السلام عليكم معلمين سنة تالتة، عاملين ايه؟ ايه الأخبار؟ يا رب تكونوا بخير. ايه أخبار الواجب والمذاكرة والحاجات اللطيفة اللي زي كده؟ احنا النهارده هنحل واجب لكسيون ألف كله، واجب الدرس الحداشر كله على بعضه. احنا عشان كان حصل المشكلة معايا بس في المواعيد كده، احنا ايه المفروض نصور الواجب حصة حصة، فقلنا نصور التلاتة مع بعض. بسم الله كده هنبتدي. يلا التكست الاولاني احنا معايا عشان لو متابع صفحة 130 كالعادة، هنقرا القطعة ونحل كله. ليبي سوزانا، عزيزتي سوزانا، ايش اند ماين برودا تيمو هاتن هايت اينن شترستاج. انا واخويا تيمو عندنا النهاردة اينن شترستاج. كلمة شترستاج معناها يوم مضغوط. كلمة شترستاج معناها ايه؟ يوم مضغوط. Wir sind von Frankfurt nach Kairo geflogen. احنا سافرنا من فرانكفورت الى القاهرة. Unsere Flugnummer war كذا، رقم الرحلة بتاعتنا كان. Leider hatte das Flugzeug eine Viertelstunde Verspätung. للأسف الطيارة كان عندها Verspätung معناها تأخير. أكيد حفظنا الكلمات. Eine Viertelstunde معناها ربع ساعة. Der Abflug war vier Uhr. الإقلاع كان الساعة 4. In Cairo sind wir halb neun angekommen. إحنا وصلنا في القاهرة الساعة 8:30. طبعًا إحنا عارفين لعبة الساعات، تمام؟ مش مستاهلة إن إحنا نقول. يبقى halb neun معناها إيه؟ الساعة 8:30. Am Flughafen في المطار in Cairo sprechen so viele Deutsch. Aber alle Durchsagen waren auf Englisch. الكل كان بيتكلم ألماني في المطار، لكن كل Durchsagen دي معناها Durchsagen اللي هو بيان من الإذاعة الداخلية. Waren auf Englisch، كانت كلها بالإنجلش. Oder Arabisch أو بالعربي. Zuerst haben wir unser Gepäck abgeholt. أولا إحنا أحضرنا أمتعتنا. حلو أمتعتنا دي يا ولد. Gepäck. Dann ثم sind wir zum Ausgang gekommen. ثم رحنا إلى Ausgang. دي معناها المخرج. Vor dem Ausgang قدام المخرج hat unser ägyptischer Freund Basim gewartet. كان مستني صديقنا المصري باسم. Und uns abgeholt. وخدنا معاه. Mit Basims Auto, بواسطة عربية باسم, sind wir nach Haus gefahren. إحنا رحنا إلى المنزل. Morgen möchten wir gern am Bahnhof Fahrplan abholen. غدا إحنا عايزين نجيب من المطار خريطة للمدينة. Denn am Wochenende, علشان في نهاية الأسبوع, fahren wir nach أسوان. إحنا هنسافر لأسوان. Zum Glück, لحسن الحظ. Gibt es am Freitag an Schlüsse von Kairo nach Aswan. حسن الحظ في يوم الجمعة مواصلات من القاهرة لأسوان. Am Schalter في شباك التذاكر fragen wir nach Ermäßigung für Jugendliche. في شباك التذاكر احنا سألنا عن Ermäßigung، وقلنا كان معناها تخفيضات للشباب. Und kaufen Fahrkarte nach Aswan. واشترينا تذاكر إلى أسوان. هن أند سوك ذهاب وعودة. Unser Freund باسم صديقنا باسم كان لايدا نيشت متفارن مش هيقدر يسافر معانا. Denn hat viel Arbeit علشان هو كان عنده شغل كتير. Und du وأنت was machst du am Wochenende تعمل في نهاية الأسبوع. Schreibe mir bald اكتب لي قريب في die große deine Hanna. أول سؤال wer schreibt den Brief مين اللي كتب الخطاب؟ أكيد هانا الاسم اللي تحت، يبقى اللي كتب الخطاب اختك هانا. هانا ist nach نقط geflogen. هانا مسافره فين؟ مسافره الى مصر. طب مش مكتوب مصر كايرو. زي فا دوت ميت هي كانت هناك مع مامتها ولا مع اخوها ولا مع اختها ولا مع صديقها؟ تعال نرجع. انا أول جملة إيش أوند ماين برودا تيمو، أنا وأخويا تيمو، يبقى هي كانت مع أخوها اللي هو إيغام برودر اللي هو كان تيمو. السؤال الرابع
نقط هتهنا فوم فلوغهافن اب دي هولد. مين اللي جاب هنا من المطار؟ الواد صاحبها اللي اسمه باسم. باسم كان هايت كان نيشت متفاغن. باسم مش هيقدر يسافر معاهم علشان هو عنده، احنا متفقين قبل كده، طول ما انت بتحل القطعة انت بتطلع تتأكد بعينيك، انت ممكن تبقى فاهم القطعة بس مش حافظها. مكتوب هنا on the freund باسم كان لايدا نيشت متفاغن، مش هيقدر يسافر معانا دان اهات فيل اربايت، علشان هو كان عنده شغل كتير. يبقى الحل فيل اربايت. Wie viel Verspätung hat das Flugzeug؟ ايه مدة التأخير بتاعة الطيارة؟ فوق كاتبين eine Viertelstunde. فين eine Viertelstunde؟ اهي كانت Viertelstunde. قلنا يعني ايه Viertelstunde؟ يعني ربع ساعة. ربع ساعة يعني 15 دقيقة، تبقى 15 Minuten. سبعة، في لان، طبعا احنا عارفين ان القطعة في الامتحان 6 اسئلة بس احنا يعني بنسأل عن كل حاجة. وان فليكت داس فلوجت سايج اب، الطيارة اقلعت امتى؟ هنا قال هالب ناين، منتصف الثامنة يعني 8:30. هالب ناين، فين هالب ناين؟ هالب ناين. طيب هو هنا قلبها بقى تبقى دغاي شتوندن اند هالب. لا سوري، في لانج دور ده فلوج، احنا بنحل 8 الاول. الاول في اقوى ام فرايتاج ام هالب 9، دي الاول هالب 9. تمام بقى كده نرجع للسؤال رقم 7 اللي احنا فوتناه. في لانج دور ده فلوج، الرحله الطيران كانت قد ايه؟ احنا قلنا الاقلاع كان الساعه كام؟ كان الساعه 4 تمام، ووصلوا الساعه 8:30. يبقى كام ساعه؟ عد على صوابعك، بعد 4 5 6 7 8 ونص، يبقى 4 ساعات ونص. 4 ساعات ونص. في ستوندن اند هالب اللي هي 4 ساعات ونص. تمام، سؤال رقم 9. انا عارف ان القطعه كبيره وعليها اسئله كتيره، قطعه عليها اسئله قطعتين. فان كوم دا فلوج ان، وصلت امتى؟ هي تقريبا بتاع، وصلت الساعة كام قلنا؟ ثواني. لا هي فليكت، سوري، سؤال رقم 8. فليكت يا دكتور كانت الساعة 4. الإقلاع كان الساعة 4، لازم نركز شوية. حاضر أنا هركز معاك وحاضر ما تقلقش. الإقلاع ما كانش الساعة 8:30، الإقلاع كان الساعة 4. فير اور، الوصول هو اللي كان هالب 9. تمام، انا كمان اتلخبطت، لازم نركز. حاضر القطعه الثانيه، اولاب ان دين باجن، عطله في الجبال. هير اند فراو مايا فاغن اوفت ان دي باج، هير وفراو ماير بيسافروا غالبا الى الجبال. باج جبتس ان دوتشلاند، في جبال في المانيا. اشتغايش النمسا، ايطاليان ايطاليا، اون دا شفايتس وسويسرا. ايه غايز تسيل، هدف رحلتهم ايست ان ديزم يار، هذه السنه دي شفايتس سويسرا. دوت كان مان فيل فاندرن، هناك الواحد يقدر فاندرن، دي قلنا معناها يتجول. قلمك في ايدك كده ومعايا. ان اينم باج، في جبل هولت باج هوتل، في فندق اللي اسمه باج هوتل. هابن زي اين سيما جيبوختهم، حجزوا اوضه. في فولن فيا هين فارن، احنا عايزين نسافر ازاي؟ مد دم اوتو اوضه، مد دم تسوق بالعربيه ولا بالقطر. فراكت هام مايا زين فراو، ورماي الراجل زوق بيسال مراته. اين فلوج تسايج كومت نيشت ان فراجه، الطياره ما جاتش في السؤال اصلا. دوت ايست كاين فلوج هافن، هناك ما فيش مطار. مد دم اوتو است ذا بيك فيم، بالسياره تكون المساله بيك فيم معناها مريح. ان فوتد فرو ماير، فرو ماير جاوبت. ابا از جبت اوف ذا اوتوبان زيشا اين لانجن شتاو، في على الاوتوبان على الطريق زحمه كتير. اش دانكي فازولن دان سوج نيمن، اعتقد ان احنا لازم ناخد القطر.
Eine Woche später, أسبوع لاحقاً, أسبوع بعد كده, steigen Herr und Frau Meier an einem kleinen Bahnhof in der Schweiz aus dem Zug. هم ركبوا قطر من سويسرا. Ein Taxi wartet und bringt das Ehepaar zum Berg Hotel. تاكسي منتظرهم وأحضر Ehepaar, الزوجين, إلى Berg Hotel, إلى الفندق بتاعهم اللي اسمه Berg Hotel. An der Rezeption, في الريسبشن, werden ihnen die Zimmerschlüssel gegeben. هم خدوا أو أعطوا مفاتيح الأوض. Ein Bediensteter zeigt dem Ehepaar ihr Zimmer. خدمة الغرف فرجتهم فرجت الزوج الأوضة. Es gibt ein Doppelbett und einen Schrank im Zimmer. في Doppelbett, سرير مزدوج ودولاب في الغرفة. Herr Meier ist unzufrieden mit dem Hotelzimmer. هير ماير كان unzufrieden. كنا فاكرين un قبل كده اللي بتدل دايما على عكس الصفة, غير سعيد بأوض الفندق. Es ist viel zu klein, هو صغير جدا. Wir haben ein großes Zimmer gebucht, احنا حجزنا أوضة أكبر من كده. Dieser Raum, أيوة, معنى انه حاطط لي خط تحت كلمة Raum, يبقى هو يسألني ايه الكلمة دي معنى ايه. Dieser Raum, الأوضة دي gefällt uns nicht, مش عجبانا. Wir möchten ein anderes Zimmer haben, عايزين يبقى عندنا أوضة تانية. Herr und ثواني فين؟ Herr und Frau Meier erhalten sofort ein anderes Zimmer, نالوا مباشرة الأوضة تانية. Sie freuen sich, هم اتبسطوا. Sie haben ein großes Zimmer, هم عندهم أوضة كبيرة. Mit einem schönen Ausblick auf die Berge. Ausblick معناها view, هي معناها نظرة أصلا, بس أنا معناها view, بفيو جميل على الجبال. أول سؤال, was bekommen Sie an der Rezeption das Hotel, هم خدوا إيه أو حصلوا على إيه في الريسبشن بتاع الأوضة, الريسبشن بتاع الفندق. خدوا مفاتيح الفندق اللي هي einen Zimmerschlüssel, مفتاح الأوضة. Womit fährt Familie Meier in den Urlaub, بواسطة ماذا سافروا في العطلة, هم سافروا بالقطر, هم الأول كانوا عايزين سافروا بالعربية. Wo steigen Herr und Frau Meier aus dem Berg? هم نزلوا auf dem Zug. نزلوا فين من القطر؟ أكيد فين؟ An einem kleinen Dorf, في قرية صغيرة. السؤال الرابع, welches Reiseziel wählte die Familie Meier in diesem Jahr? أي هدف للرحلة اختارت عائلة ماير في هذه السنة؟ سويسرا. ماشي. Warum ist Herr Meier unzufrieden? ليه هير ماير ما كانش مبسوط؟ Es gibt kein freies Zimmer, مفيش أوضة فاضية. Das Hotel ist zu klein, الفندق صغير. هو ملوش دعوة بالفندق. Das Zimmer ist zu klein, الأوضة صغيرة ولا الأوضة كبيرة؟ لا, هو زعلان علشان الأوضة صغيرة. علشان كده هو اتبسط لما نقل على أوضة أكبر منها. كلمة Raum bedeutet Zimmer, أوضة, بس Raum أداتها دير. القطعة الثالثة, Es ist Sommer, es ist Sommer, احنا صيف, und Familie Huber verbringt ihre Ferien am Meer. وعائلة Huber verbringt, دي معناها يقضي أجازتها على البحر. Es ist 8 Uhr, الساعة 8, und sind schon alle lustig, والكل مبسوط. Sie sollen einen schönen Tag am Meer erleben. Erleben دي معناها يعيش, يعيش, هم يعيشوا يوم جميل على البحر. So erst frühstücken Sie, الأول هم فطروا, dann gehen Sie zum Strand, بعد كده هم يروحوا إلى الشاطئ. Michael und Lina spielen Beach Volleyball, يلعبوا كرة طائرة شاطئية. Ihre Eltern gehen gleich ins Wasser, والديهم هيروحوا مباشرة إلى المية. zwei Uhr ist Familie Huber zum Mittag, الساعة 2 هيتغدوا. Nachmittags spielt Michael Basketball und Lina fährt Rad. بعد الظهر, كل بعد الظهر, ميشائيل بيلعب باسكت ولينا بتسوق عجل. Abends, كل مساء, geht die ganze Familie spazieren, alle كلها بتروح تتمشى.
دان جيت زي ايس اسن ثم بيروحوا ياكلوا ايس كريم قمت سين اوا جيت زي انس هوتل الساعة 10 هما بيروحوا للأوتيل مايكل ولينا زين عينين فيلم يتفرجوا على فيلم دي ألتن جين انس بيت الوالدين بيروحوا السرير دان ام نيكست ان تاج ثم في اليوم التالي فولن زي فو اوفشتين عايزين يصحوا بدري اند واندرن واندرن معناها يتجول ميشائيل اند لينا فولن ماجن اوس شلافن عايزين بكره اوس شلافن يناموا بعمق دي هابت ايدي دي ستكس تس ايست الفكرة الرئيسية في النص تكون عطلة عيلة مولا الحياة على الشاطئ الاجازة في الشتاء في الشتاء الهوايات المختلفة لا اللي هي العطلة بتاعت عائلة هوبا في فبرنج دي فاميلي دي فارين العيلة بتقضي الاجازة ازاي قال لك اهو عمير بيقضوها على البحر زي جين انس مير هم يذهبوا الى البحر انا غيرت الفعل بس هو هو المعنى تلاتة فير شبيلت فولي بال مين بيلعب الفولي الاثنين الاخوات اللي هم لينا اند ميشائيل واس ماخت لينا ام نخمتاج لينا بتعمل ايه بعد الظهر بتسوق عجل تاني حضرتك المفروض بترجع للقطعة ترجع بعينك جملة جملة انس فاسا بدايتت كلمة انس فاسا معناها زي جين اين كافن بيروحوا يتسوقوا ولا بي زي جين شلافن بيروحوا يناموا ولا زي جين شفامن بيروحوا يعوموا ولا زي جين انس كينو بيروحوا للسينما لا معناها ان هما زي جين شفامن هما رقم سي هما لا اله الا الله هما بيروحوا يوم ستة نقط جين ماجن فاندن هيروحوا بكرة يتمشوا شوف بقى مين اللي عايزين يروحوا يتمشوا هنا بيقول لك الوالدين هيروحوا السرير علشان عايزين يصحوا بدري يروحوا يتمشوا انما مايكل ولينا عايزين يناموا براحتهم يبقى دي التر فين دي التر دي بعيد قلنا بعيد دي معناها كلاهما تمام كده حلينا القطع بتاعه الزفت بتاعت اليد الواحدة الحداشر ركز معايا يلا بقى الجراماتيك طبعا هنا بفكرك بسرعه بالضطيف ضطيف يعني الكلمه اللي اداتها دير وداس بتبقى ديم ودي المؤنث بتبقى دير ودي الجمع بتبقى دين واخر الكلمه ان وطبعا النكره بتاعته اول حاجه هنحلها حلينا على ميت اللي معناها بواسطه اللي بيجي وراها وسيله مواصلات اللي بيجي وراها ضطيف وبدلها الفعل نيمن اللي معناه ياخذ اللي بستخدمه بوسيله مواصلات بس احنا كنا متفقين قبل كده الجمله يا اما فيها ميت يا اما فيها نيمن ما يبقاش فيها الاثنين مع بعض ابدا يلا معلمي يلا بسم الله سمي الله يا ولد قول بسم الله واحد إيش نيمي نقط أوبان حلو أنا عندي استنى يا ولد استنى يا ولد أنا عندي كلمة أوبان كلمة أدتها دي أدي دي يعني هير ما تبقاش أكوزاتيف ليه تبقى أكوزاتيف يا اسطى هو احنا قلنا وسيلة المواصلات هي اللي ضطيف ولا حرف الجر ميت هو اللي بيعمل ضطيف حرف الجر ميت هو اللي بيعمل ضطيف اللي بعده نيمست دو نقط فلوجيتسوج أيوة هير جملة فيها نقطتين يبقى أنا بتعامل مع نقطة نقطة شاطر كلمة فلويتسوك دي إير أداتها دس جاية أكوزاتيف تبقى دس يبقى دي تنفع دي لأ دس دي تنفع ديم لأ ماشي اللي بعده كلمة شيف بغض النظر عن أداتها جاية ورا ميت بتعمل ضطيف صح طب هي دس دي ضطيف لأ يبقى أنا شلت الاختيار كله يبقى مين الصح دس وديم تاني لما يكون عندك جملة فيها نقطتين اتعامل مع نقطة نقطة رقم ثلاثة فيلز دو نقط سوج نيمن مشاهير كلمة سوج قطر عدتها دير جاية مع نيمن تاخد أكوزاتيف فدير تبقى دين يبقى أنا شلت دير دي دين دي تنفع دس دين دي تنفع ديم دي ما تنفعش كويس على الجملة التانية يا إيش فاغي نقط أوتو أوتو عدتها دس مفيش ميت فمفيش ضطيف تبقى دين ودس أربعة إيش موشت فراو مولا داس فاغاد نيمن موشت فراو مولا داس فاغاد نيمن هي فراو مولا عايز تاخد العجلة قال لك ناين زي جيت ليبا نقط فوس أيوة احنا حافظينها هي تسو فوس على الأقدام كلمة فوس ما بيجيش معها إلا حرف جر تسو اللي معناها على الأقدام اللي بعده فان فات نقط سوج حلو
كلمة سوق أدتها دير، مفيش مد فمفيش لطيف فمفيش ديم ولا دص، هي فاعل ولا مفعول؟ هي فاعل يسطى، حدش يقول لي أكوزاتيف. طب لو أكوزاتيف فين الفاعل بتاعها؟ تمام؟ ستة، نمت آن نقط شتراسن بان، شتراسن بان أدتها دي ماشي وهي فاعل، يبقى الأورنية دي ما تاكلش معايا والتانية دي ما تاكلش معايا، يبقى يا إما دي يا إما دي. بعد كده قال لك أفيات ليبا ميت، أيوة ميت بتعمل ضطيف، وأوتو أدتها دس، ودس في الضطيف بتبقى ديم، تبقى دي وديم. سبعة، في جيست دو تو أبايت، كيف تذهب إلى العمل؟ قال إيش فاغ ميت نوتشت إسبان، أيوة جميلة هير، قلنا إسبان أدتها دي، كنا قلنا أي حاجة آخرها بان أدتها دي، جاية ورا ميت، وميت بتعمل ضطيف، ودي في الضطيف بتبقى دير. تمانية، كانست دو نقط فوس، أيوة هير فوس ما بتجيش إلا مع تسو، عاش ياسطا، والله أنت برنس. ماين أونكل فات الكي في، حلو، الكي في الشاحنة اللي هي اختصار لكلمة طويلة اسمها، واخد ليش بالك أنت؟ اسمها لاست كرافت فاجن، اختصارها الكيفي، وأدتها دير، جاية أكوزاتيف، عمي بيسوق الشاحنة، تبقى أينن. إيش فليجي رقم عشرة، إيش فليجي نشت جارن، أنا ما بحبش بحبش أسافر، دي سهلب لذلك. رايز إيش ميت شيف، ديم طبعا عشان لطيف. فوس بتيجي مع تسو، دي مش مستاهلة دي، يعني احنا حاطينها زيادة توكيد عشان تحفظها. ايش فاغ ليبا ميت، تاكسي ادتها هي ولد، تاكسي ادتها دس، حلو. ميت بتعمل ضطيف، دس في الضطيف بتبقى ديم، شاطر. تاني دير ودس في الضطيف ديم، ودي المؤنس دير، ودي الجمع دين، واخر الكلمة ان. تلاتة، فيزن زي ناخ دويتشلاند جيكامن، كيف اتيت الى المانيا؟ ميت نوات فلوجت سوج، فلوجت سايج، فلوجت سايج ادتها دس، الطائرة. ميت بتعمل ضطيف، دس في الضطيف بتبقى ديم. إيش ماشت جان إن دي شتات ميت، ميت شتغاسن بان، لسه قايلنا هير إن أي حاجة آخرها بان أدتها ها دي، عاش ياسطا. تمام، دي جاية ورا ميت، ميت بتعمل ضطيف، فدي في الضطيف بتبقى دير. كلم بالراحة، حاضر كلم بالراحة. ما انتوا بتعملوا بتعملوا واحد ونص وحاجات كده، انا بتكلم بسرعه عشان ما تسرعوش، لو سرعت بغني راب. بص احسن من ويجز. نيمين زي نقط بوس، بوس الباص اداته دير، جاي اكوزاتيف علشان الفعل نيمن، وبعدين عندي زي فاعل، دير في الاكوزاتيف بتبقى ديم. اودا فارن زي ميت، ايوه ميت لطيف، وانا عندي فاراد اداتها دس، جايه ورا ميت، ميت بتعمل لطيف، فدس في الضطيف بتبقى ديم. تسوفوس ماشي. 17، ميت ديم، يبقى انا عايز كلمه ادتها دير او دس، حلو. ايوه فانا كده عندي تاكسي تنفع وشيف تنفع وفلوج تسويك تنفع واوتو تنفع، ما هو كلهم دت دس. ياد بالراحه يا عاد، ياد كمل باقي الجمله يا عاد، ياد اتق الله يالا. كان من نيل فارت، شايف شايف انصبر لقاتل على المقتول هيغور في ده هيموت لوحده. نيل فارت، رحلة نيلية، أكيد مدام شيف يا كلب البحر، السفينة. إيش فاغي هايت مديم، نفس القضية ماشي. بص هير، هي مش فوس علشان فوس بتيجي مع تسو، شاطر. ويا هير عايز كلمة أدتها دير أو دس، تبقى أوبان أدتها دي، ما تنفعش ماشي. يبقى أنا قدامي فلوجة سايك أو بص ماشي، مش هنا استخدم يا بطريق الفعل فارن. واحنا كنا قلنا الفرق بين جيهن وفارن وفليجن، ان جيهن بتبقى دايما سفوس على الاقدام، وفارن يروح بوصله مواصلات بريه او بحريه، وفليجن جويه. انا فارن يبقى انا عايز حاجه بري وبحري، ففلوجه سايك دي جوي، يبقى اللي ناقصه بوس. وبعدين هتروح بيك ليه بقى هشيمه سيادتك؟ هتروح بيك بالطياره؟ ترادب دي. 19، نامس دو اينن، ايوه هير اينن دي اكوزاتيف، يعني انا عايز كلمه ادتها دير، فانا ما عنديش الا كلمه بص، لان اوبن ادتها دي، واوتو داس، وفلوجت سايك داس. باسم فات جان ميت
حلو، بوس اداتها دير، ميت بتعمل ضطيف، دير في الضطيف بتبقى دين. ماين فاتر شبيلت جان ميت، ابويا بيحب يلعب مع اطفال. ميت بتعمل ضطيف كيندر، جمع جمع ضطيف كمان اخرها انه واضحه، دي الجمع في الضطيف بتبقى دين. دي بوست ايست تسو فايت، مكتب البريد يكون بعيد جدا. فا بيسا تاكسي، ايوه تاكسي وسيله مواصلات ما يجيش معاها تسوجي معاها ميت. وتاكسي اداتها دس، دس في الضطيف تبقى ديم، تبقى ميت ديم. 23 ميت دار، يبقى انا عايز كلمه اداتها دي، لان دير دي متحوله. ما تقوليش انا عايز كلمه اداتها دير، يلا ما هي ميت ليها تاثير على اللي وراها. تمام تمام، انا قلقت. تمام تمام، يبقى انا عايز كلمه اداتها دي تبقى شيف ما تاكلش، بوس لا تجوز، اوبان تجوز، اوتو لا تجوز، تبقى اوبان عشان هي الوحيده اللي اداتها دي. دي كيندر، هي مكتوبه غلط، دي كيندر الاطفال، شبغشن في الميت نقط فاتا، فاتا اداتها دير، ميت بتعمل لطيف تبقى ديم. طب ما هو هير ميت هنا معناها مع، يا ولا ما احنا قلنا ان ميت ليها معنيين، يا اما مع يا اما بواسطه. ميت لو معناها الجن ابن العفريت بيجي وراها لطيف، مالكش دعوه بمعناها، ميت بيجي وراها لطيف. زابينا جيت ان دين كلوب ميت نقط راد، داس راد، داس ميت بتعمل لطيف وداس في اللطيف بتبقى ديم، تبقى اينم. فراو فاطمه جيت ان دي ابايت ميت ديم، فراو فاطمه بتذهب الى العمل ميت ديم، ديم يبقى انا عايز كلمه اداتها دير او داس. شتراسن بان اداتها دي، فوس بتيجي مع تسو، بان اداتها دي يبقى هي اوت، هي الوحيده اللي اداتها داس. 27 فيا نيمن تسوج اداتها دير، نيمن بتعمل اكوزاتيف، دير في الاكوزاتيف بتبقى دين. بيس دون اخ زاد سبوج نوتشت، معلش فينا المفروض مسافه، اسبان اداتها دي تبقى المفروض ميت دير يا هير، ادي ميت دير يا هير. يلا الجمله رقم 29، يلا يا بطه ركزي معايا. كومز دو الاين سوا مش عارف ايه، قال لك ناين نقط اينا فويندن، لا مع صديقتي، مع يعني ميت، ما احنا قلنا ميت ليها معنى ايه. 30 دي غايز ميت نقط لوفت هانزا، ايوه احنا عارفين ان لوفت هانزا دي شركه الطيران الالمانيه، فشركه الطيران الالمانيه اداتها دي، دي في الضطيف بتبقى دير. ميت نقط فاراد اداتها دس، ميت بتعمل ضطيف، دس في الضطيف بتبقى ديم. هانز جيت ان سكينو ميت، هانز يذهب الى السينما مع فرويندن، ايوه فرويندن دي جمع ضطيف، انما لو كانت مكتوبه فرويندن يبقى معناها صديقه، انما فرويندن جمع لطيف تبقى زاينن تتحول لدين. شاطور. اللي بعده فلوجيت سايك داتها دس، جايه ورا ميت، ميت بتعمل لطيف تبقى دين. ايش جيهت سوا شول ميت دير، يبقى انا عايز كلمه اداتها دي، شول بوس اداته دير، سوج اداته دير، اوتو دس، يبقى هي الحل الصح الوحيد اوبان. ماتن جيت ان دي سوبر ماركت سو تفوس، ما هي جبت تسو اختار فوس، جبت فوس اختار تسو، بسيطة فيها اتنين ماشي. بص يا هير، لما يبقى فيها اتنين بقى يا هير، انت قلت لي انا بتعامل مع نقطة نقطة وانا مصدقك، الله يسترك، بس بقى انا يعني اتعامل مع النقطة الأولى الأول ولا اتعامل مع النقطة التانية الأول اللي انت شايفه أسهل؟ يعني أنا اللي شايفه أسهل في الجملة دي فوس بيجي معاه تسو، فتبقى يا الأولى يا الأخيرة. بعد كده يبقى دي ودي ما تنفعوش، بعد كده تسوفوس بس عليها بفي، تبقى في جيز دو سو، هتروح ازاي لمحطة القطر؟ قال لك تسوفوس على الأقدام. 37 نقط، برضه أنا هتعامل مع النقطة الثانية الأول، فرويندن دي جمع لطيف أصدقاء، تبقى ميت دين عشان دي الجمع في اللطيف بتبقى دين، طب أنا عندي دي صح ودي صح، في وميت دين ما تنفعش وبوهين ما تنفعش. طيب يهير بقى ميت هسأل عليها بإيه؟ ما هو يا صديقي ما احنا قلنا قبل كده ميت ليها معنيين، يا اما مع يا اما بواسطه. لو معناها مع هسال عنها بميت، فيم اللي معناها مع من، ولو بواسطه هسال عنها يا اما بفي اللي معناها كيف، يا اما بفوميت اللي معناها بواسطه ماذا. فهنا جاي وراها شخص فاسال عليها بميت فيم اللي معناها مع من، مع من تسافر لبرلين مع الأصدقاء.
38 نقط فات نقط فات ايه نخ برلين تسوق ايوه هي تسوق دي تبقى 100 ديم علشان تسوق ده تدير حلو انا عندي كم ديم عندي 2 عندي دي صح ودي صح دول ما ينفعوش شاطر طيب 100 ديم 100 لما بيجي وراها وصيله مواصلات لسه قايلين دلوقتي بسال عنها يا في يا فوميت 39 نقط كومن فيا نخ هاوس فيا نيمن نقط اوبان اوبان اداتها دي تمام تبقى دي صح ودي لا ودي صح ودي لا طب بقول لك احنا هناخد المترو يبقى احنا اكيد بنتكلم عن وسيله مواصلات يبقى هنسال عنها بي في اخر جمله لعلامه اخر جمله علامه نقط زند زي ناخ غريشنلاند نقط قال لك 100 حلو 100 انا بسال عنها بفي خلاص يبقى خلصت هي في في وجي كوم قلنا نقطة واحدة تركز فيها تبقى تمام كده خلصنا واجب الحرف الجر ميت سمي الله بقى عشان هنبتدي ناخد اللوكالة حروف الجر المكانية تمام دي تقريبا انت واخدها في الحصة التانية في الوحدة رقم 11 تاني انا قلت لك انا بصور كله على بعض احنا طبعا خدنا 10 حروف جر قلنا طبعا ان الاول معناها في باي عند أولادة أوف على ملامس هنتا خلف نيبن بجانب فور أمام سفيشن معناها بين أونتر عشان تبقى باينة هي معناها تحت أن بمحازات يوبا فوق أو أعلى وإن معناها في تاني قلنا إن معناها في وباي عند أولادة أوف على ملامس أوف على ملامس إيبا أعلى أو فوق أن بمحازات فور أمام هنتر خلف أنتر تحت نيبن بجانب وتسفشن معناها بين كنا قلنا كل حروف الجر دي بيجي وراها إيه لطيف وبسأل عنهم بفوق وكنا خدنا اختصارات يا شباب يعني إيه اختصارات يا هير يعني كنا قلنا مثلا ممكن بدل ما استخدم اندين او انديم اقولها على طول ام وبدل ما اقول انديم اقولها على طول ام وباي ديم باي وكنا خدنا الاكسبريشنز اللي موجوده في الملزمه اللي قلنا لازم تتحفظ كويس دول برقبتك يلا بقى تاني بسم الله ماي كيندا شبيلن نقط جارتن الاول هنا شوف الاداه جارتن اداتها دير جارتن أدتها إيه؟ جارتن أدتها دير ماشي يعني عن الأدات كلهم صح إيم وآف ديم وأم ويبا ديم تمام يبقى المعنى الأطفال يلعبوا في الحديقة ولا ولا عليها ولا بمحازتها ولا فوقيها أكيد في الحديقة اللي بعده أوف نقط تيش تيش أدتها دير تمام جاية وراء أوف أوف بتعمل ضطيف دير في الضطيف بتبقى دير سفيشن نقط شرانك أون ديم رجال شرانك أدته دير جاي ورا سفيشن سفيشن اللي معناها بين بتعمل ضطيف تبقى ديم فو جبتس هي ان كيوسك ان اك اك اداتها دي في الضطيف هتبقى دير تاني كل حروف الجر العشره اللي احنا قلناهم بيجي وراهم ضطيف خمسه ماني بريل نضارتي ليكت اونتا تيش اداتها دير جايه ورا حرف جر بيعمل ضطيف دير في الضطيف بتبقى ديم استرانت اداتها دس فور بيعمل ضطيف دس في الضطيف بتبقى ديم بانهوف نيبن ضطيف تبقى ديم كلوب اداته دير نيبن ضطيف دير في الضطيف ديم ماين اونكل ايست هايت اشوف الاول الاداه كرانكن هاوس اداتها دس دس في الضطيف بتبقى ديم يعني الاداه كلها صح يبقى الفرق في المعنى عمي يكون النهارده جنب المستشفى ولا في المستشفى ولا قدام المستشفى ولا بين المستشفى اكيد في المستشفى 10 ماي شولي ليكت مدرستي تقع ماشي بوست اداتها دي دايما بنشوف الاداه الاول نيبن دير الاداه تنفع فور ديم الاداه ما تنفعش دي بتاعت دير وداس انتر دين ما تنفعش اوف دي برضه ما تنفعش ليه ما تنفعش لان اوف بتعمل ضطيف ودي في الضطيف بتبقى دير يبقى دي غلط يبقى مين الوحيده اللي صح
مدرستي تكون جنب مكتب البريد. اتعامل بالاداه الاول. انا اربعت نقط جشفت. طيب جشفت اداتها دس، دس في الضطيف بتبقى ديم، كلهم مظبوطين. تعمل في محل. الطائره تكون ايبا داش تات. الطائره تكون ايبا داش تات فوق المدينه. لا 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 باربرا اربايتت نقط تيا براكسس. تيا براكسس اداتها دي، احنا لان انا مش باخد على اداه تيا، انا باخد على اداه براكسس. حلو. فف ان اينر تنفع بالاداه. اوف اينم اداه ما تنفعش، ان اينر تنفع، ان اينم ما تنفعش. يبقى انا عندي اينر هنا تنفع واينر هنا تنفع، يبقى المعنى باربرا شغاله بمحاذاة عياده بيطريه ولا في عياده بيطريه. في هانا فا جيستا نقط اونكل. ايوه هي اكيد باي اونكل او باي اينم، لان باي اللي مالها عند اولادها بتيجي مع الشخص او عيله او اسم شركه. 15 علي ايست نقط دويتش كورس. طيب بص هير، كلمه دويتش كورس اداتها دير، يعني دير في الضطيف هتبقى ديم، فكلهم صح. علي يكون على بمحايزات في ولا مع؟ لا اكيد في، تبقى ايه؟ فوفاز دو جسترن، اين كنت انت امس؟ ايش فا نوت فريزوا، فريزوا كوافير اداته دير، قلنا دير الاشخاص بيجي معاها باي. فو است ماين هافت، فين كشكولي؟ قال لك نيب النقط تليفون، تليفون اداته دس، دس في الضطيف بتبقى ديم. ايه اللي خلاه ضطيف؟ ياد حرف الجر نيب. يا بت ركزي يا بت تقلا. دافا كاتن اوتومات، مكنة التذاكر است. غير ده احنا دي من الاكسبريشنز اللي احنا حافظينها. ام بان شتايك، اسمها ايه تاني؟ ام بان شتايك. 19 تيمو ايست، ايوه هير شتراسه بيجي معاها اوف. غير من غير تفسير؟ لا من غير تفسير. تاني احنا خدنا اكسبريشنز ثابته ثابته تتحفظ، يعني احنا كنا قلنا كلمه شتراسه مثلا اللي معناها الشارع بيجي مع حرفين جر، يا اما اوف دير شتراسه نكتبها كده، في حاجه اسمها اوف دير شتراسه وفي حاجه اسمها ان دير شتراسه، وخدنا الفرق من الاثنين. هنا انت اصلا ما عندكش ان، فبتفكر في الفرق ليه؟ هي اوف. اللي بعده داش تيفت ايست نقط دين بوشارن. طيب بص يا اسطى، دين بوشارن ادي الاداه مكتوبه اهي صح، يبقى انا ما ينفعش اختار اداه ثانيه. ما هو دير دي اداه، ام اختصار ان ديم، ام اختصار ان ديم، انا مش هينفع اجيب اداتين ورا بعض تبقى نيبل. جمله مباشره جدا بس لو سيادتك مركز وبتقرا. 21 دي اوبان فات اونترن دين. ايوه هير اونتر دين، دين دي باصلها دي جمع، يبقى انا عايز كلمه جمع ضطيف يبقى اوتوماتيك يبقى اخرها ان، جمع الضطيف دين واخر الكلمه ان، وانا ما عنديش الا كلمه هايزر. دي ابوتيك ايست نقط شول، شول اداتها دي ماشي. نيبن دير تنفع، هنتر دين لا، فور دي لا، عن دي لا، تبقى نيبن دير. طب هير ليه ما ينفعش دي؟ ما هي اداتها دي اهي، يلا يلا، ما هي فور بتعمل الضطيف يلا يلا يلا. التقلا التقلا، وانت اكيد حسني، انت حسني ركز، الله يسترك. ماشي دا الكيفي الشاحنة شتيت نقط بارك بلاتس بيجي معاها اوف، بلاتس بتيجي معاها اوف. اللي ما حفظش الاكسبريشنز ههينه، تقول لا. ماشي جستان فارين فيا نقط كينو، كينو اداتها دس. ايوه هير كان، يبقى كان في دي من غير اداه ما تنفعش، دس في الضطيف ام. طب ما تنفعش انس، ما انت هتاخد لو انت ما كنتش كملت الوحده هتاخد ان انس ان وراها اكوزاتيف معناها الى، وهنا بيقول لي كان يعني كان في، تبقى ان. داس بوخ ليكت الكتاب يقع نقط ديمتش. على المكتب تنفع، جنب المكتب بايخه، اعلى المكتب لا تجوز، امام المكتب لا، يبقى احسنهم اوف. تمام تمام تمام، انا تمام، انا بطمن عشان انا بقلق. 26 فو زايد ايادن انتو فين؟ بنك اداتها دي. فور الريكورد شغال، ان شاء الله الريكورد شغال، ان شاء الله الريكورد شغال ان شاء الله.
انا هزعل لو الكلام ده ما كانش بيتسجل. ماشي فور قلنا بتعمل لطيف ازيكم يا جماعه، بس عشان ما نروحش في داهيه، نشوف نتاكد ان الريكورد شغال ولا لا. اطمن بس يوسف الباشمهندس بتاعنا اللي مدور الليله دي شغال شغال شغال. مش عايز اقول لك انا بصور واحده كامله يا يوسف. شكرا، اتفضل معانا. فقلنا يوسف حبيبنا فور، قلنا بانك اداتها دي فور بتعمل ضطيف، ودي في الضطيف بتبقى دي 27. فو بيكومت مان هي فاركارتن، فاركارتن اوتومات بيجي معاها ام. انا مش عايز اقول لك الاكسبريشنز مهمه قد ايه، هي اللي بقت تيجي في الامتحانات. ماشي، ركزي معايا دكتوره الاء، حاجه تبارك، خالتي ساره، النبي ركزوا ركزوا، حبيبه باشا الله يسترك. 28 فو ايست دي براكسس، اين تكون العياده؟ نقط بوخلادن. ايوه هرب المعنى لان هو مديني الاداه. اين تكون العياده؟ امام محل الكتب تنفع، في محل الكتب لا، بين محل الكتب ازاي؟ وبعدين بين بيجي ورا كلمه جمع، اكيد مش عند محل الكتب، تبقى فور. طب ليه هرمش باي؟ حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، انا مش هقول حاجه، حسبي الله ونعم الوكيل. قلنا يا عم ابراهيم، يا استاذ ابراهيم، يا حاج ابراهيم، ان سيادتك باي معناها عند او لدى، مع شخص او عيله او اسم شركه. ماشي ماشي حبيبي. اللي بعده كيوسك بيجي معاها ام، من الاكسبريشنز المحفوظه. ان دا كلاس زيتسي ايش، في الفصل انا قاعد فوق محمد ولا بمحايزات محمد، لازق فيه في تحرش كده، ولا جنب محمد ولا بين محمد؟ لا اكيد جنبه، اكيد اكيد قاعد جنب محمد عادي يعني، ما صارش حاجه. دي اوبان فات، المترو بيمشي، نقط دين هويزر، نقط المنازل، البيوت، اكيد تحت البيوت. 32 دي شولي ليكت، المدرسه تقع، نقط ديها بلوتساي، في اسم الشرطه. والله انا نفسي والله تيجي اسم الشرطه يجي يقعد معانا في المدرسه، والرجال اللي تسالني في المدرسه هيقولوا هو انت في مدرسه سعديه؟ ما انت بتشوفني كل يوم في مدرسه سعديه، ايه الجديد؟ او ربنا انا مدرس في المدرسه السعديه، انا يا حسين الدين مدرس في مدرسه سعديه، اكبر مدرسه في مصر. تمام، هنتا معناها خلف، ورا الاسم تنفع، بين الاسم لا تجوز، على الاسم قلنا لا تجوز، تبقى هنتا خلف. ماين هاوس ليكت، منزلي يقع، نقط ديم سوبر ماركت. ايوه دول هير حاجتين، كلمه جمع يعني في سبيشن، يعني انا ممكن اقول لك انا قاعد بين اخواتي، او انا قاعد بين ادهم ومنصور، او قاعد بين اصدقائي. 34 بيتا دو زيز طال اوس، يا بيتا شكلك رائع، فايز دو نقط فيزا، انت كنت انت نقط الكوافير، مش في الكوافير، قلنا الداء في زود الجثه، ده الجسم. إلى لا بايم عند بمحاذاته لا، انت شكلك كويس كنت عند الحلاق، عارف لما نقول ايه نضفت يعني، هي دي. ماين فاتا ابايتت، قلنا اسم شخص او عيله او اسم شركه يا جماعه حرف الجر باي. ايش ابايت ان بتعمل ضطيف، سوبر ماركت اداتها دير، دير في الضطيف بتبقى ديم. اينم اندر اك، من الاكسبريشنز اللي حافظينها عن ناصيه. بيتا زيت، بيتر قاعد، نقط ماركوس في الفصل، قاعد على ماركوس مش هيفطسه، قاعد فوق ماركوس لا في جاذبيه، قاعد في ماركوس مش هيدخل جوه بقه، قاعد ورا ماركوس عادي مش عيب يعني، في الديسك اللي وراه. اشترافي ماين فرويند، انا بقابل اصدقائي، نقط كافيه، اكيد في الكافيه. ايم دي براكسس، العياده. استهنتا نقط ابوتيك، ابوتيكي مش ابو تريكا، عم الناس، اكيد ابو تريكا عم الناس بس ملوش دعوه بالالماني، دي تبقى دير. حلو، سؤال نقطتين، بتعامل مع نقطه نقطه، انا بالنسبه لي الاداء اسهل. حلو، فهويزرن كلمه جمع ضطيف تبقى دين، اصل هي جمعها هويزر، فمعنى انها خدت ان تبقى جمع ضطيف تبقى دين، عندي دين دي ودين دي، كويس تمام. طيب هي ايبر اللي بيجي وراها ضطيف بسال عليها بايه؟ بفو، بسال عليها بفو. تمام تمام. ايش بين هايت كرانك اند ليج، نقط بيت،
كالعاده نقطتين، انا بتعامل مع واحده واحده. انا النهارده مريض وارقد نقط السرير، يبقى فيه ماشي اهي رقد في السرير في يعني ان، والسرير اداته دس يبقى ان ديم. انا بحلل الاول بدماغي كده ان ديم، واختصار ان ديم يعني ام، يعني دي لا ودي لا، يبقى انا قدامي يا اما ام دي يا اما ام دي. ماشي ابا ماي برودر واتت اوف ماينم فاتا، لكن اخويا مستني ابويا في المطار. فلوج هافن قلنا بيجي معاها ام، فلوج هافن بيجي معايا ام برضو من الاكسبريشنز. انت شايف في كام سؤال قابلنا على الاكسبريشنز دي؟ 43 كيوسك، ايوه هير بيجي معاها ام، عندي كام ام؟ واحده. ده زوج ناخ برلين، القطر الى برلين، قلنا هير القطر يبقى شتيت اوف، القطر ده يقع راسي شتيت. 45 نقط كان اللي جاب بوس هالت اشتله اندير، تيجي مع اندير مفيش الا واحده. الاكسبريشنز يا دكتور بتسهل لك الدنيا جدا. اخوك يوسف دخل يشغل لي التكييف، والله الله يستره. ادعوا لاخوك يوسف، ادعوا له ادعوا له. 46 داس كيند زيتست، الطفل قاعد. نقط الترن، ايوه هير الترن دي جمع، يبقى الطبيعي يجي معاها حرف الجر سبيشن. تمام، بس اتاكد من الاداه، الترن دي جمع في اللطيف بتبقى دين، ادي زاينن اهي، يبقى انا تمام. نقط از ذا مانتل، ذا مانتل سوري دير مان، انا اسف يا ولد، مان معناها الرجل. فارتت امبل، امبل قلنا اندر امبل، مفيش الا واحده تبقى فوق. توماس ليبت جان نقط لاند، لاند بتيجي مع اوف ديم، كنا قلنا قبل كده اوف ديم لاند معناها في الريف. احلف لكم على ايه؟ الاكسبريشنز مهمه بس خلاص. 48 فاما نقط ابات الداين فاتا، قال لك ايجيبت اير، ايجيبت اير ايوه هير. طب ما هو ايجيبت اير بقى، ايوه يا اما تيجي مع ميت كوسيله مواصلات، يا اما تيجي مع باي كشركه، يعني هسافر بواسطه ايجيبت اير او يعمل لدى ايجيبت اير. طب ما هنا بيقول لك يعمل اهي، تخرم عينك تبقى باي، تبقى فو، اين يعمل ابوك؟ في مصر الطيران او عند مصر الطيران. نقط شتيت داس اوتو جراج، شتيت واقفه يبقى بسال عنها بفو، مفيش الا فو. تاني شرط ان انا استخدم او شرط ان انا احل الجزء الاول او الجزء الثاني الاول براحتك اللي انت شايفه سهل. نو ادفايس دو جستن سان ارتستن، ايوه سان ارتستن دي طبيبه بيطريه اداتها دي، يبقى عند دي بتبقى دير، تبقى باي دير، مفيش الا دي تبقى بو، ان مفيش باي دير ثانيه باي. طب ما فين اداه سان ارتستن؟ يبقى شلتها كلها، بايم دي اداتها مش دير، ان طب فين الاداه برضو؟ انت لو متخلف يعني وقلت لي ان طبيب البيطريه دي معاها فيه، ولا طبيبه الاسنان. 52 نقط تريفن فيا اونس فور، فور هنا معناها امام، ماشي اهي. دين بانهوف تنفع، الاداه مظبوطه صح ومتحوله صح. دين بانهوف لا، ما فور بتعمل لطيف فدي راحت في داهيه. دي ار بايت، ما احنا قلنا فور بتعمل لطيف ودي مش لطيف. دار شوله تنفع، لان شوله اداتها دي ودي في لطيف بتبقى دير، يبقى انا قدامي دين بانهوف ودار شوله، خلاص يبقى ناقص فانيا فوق. هقول لك متى سنتقابل، هتقول لي قدام محطه القطر، ولا اين سنتقابل؟ قدام المدرسه، امام المدرسه. هنزوغ ونروح نقعد في كافيه وما نخشش المدرسه، وتتقفشوا وتتعكشوا وتخشوا النار. اكلاب. 53 نقط از داس بيبي، ده نقط بيت، ايوه ان بيت في السرير، مفيش الا ان بيت، اصل مش هقول له الى السرير، ومش هقول له بمحاذاه السرير، ومش هقول له عند السرير. وبعدين اصلا انا فوهير ما بردش عليها بام، وباي ما بسالش عليها بفي. 54 نقط بيس دو يتست، نقط تكون انت الان. هو الطبيعي هير اقول اين وعند طبيب الاسنان. 55 نقط زين دي كيندا، اين يكون الاطفال؟ في المدرسه فو. نقط ايست ندى نقط فريده، اين تكون ندى؟ عند فريده. قلنا باي مع اسم شخص او عيله او اسم شركه.
57 نقط كان مان فار كارتي كاوفن شالتر أيوه شالتر ما بيجيش معها اللقم وأنا ما عنديش اللقم واحدة هاسدو جيستر نعمر جيزين طيب ريستورانت مطعم يبقى أقول له في المطعم تبقى إيم ريستورانت شفت عمر فين امبارح قال لي في المطعم 59 إيش بين يتست أنا أكون الآن في السينما في السينما سينما داتها دس دس في دطيف بتبقى ديم يعني إيم يبقى أنا شلت رابع اختيار بس ماشي أبا منبودة إيست نقط كلوب وشلت إن طبعا لأن هنا ما فيهاش أداة تمام كلوب أداته دير في النادي دير إن اللي بمعنى فيه بيجي وراه دطيف ودير في الدطيف بتبقى ديم يعني إن برضو آخر جملة الجملة رقم 60 فو نقط داين شولة أيوه هير شولة مدرسة تبقى يا إما ليك تدي يا إما ليك تدي ماشي المدرسة مش هتقعد والمدرسة مش هتقعد بجانب بوست مكتب البريد أداته دي نيبن بتعمل لطيف ودي في اللطيف بتبقى دير يبقى ليك تي ودير كده خلصنا الواجب بتاع تقريبا المحاضرة التانية تمام بتاع حروف الجر المتغيرة بتاع أوف ويبر وأن تعالى واجب المحاضرة التالتة حروف جر المكان قلنا التلاتة دول معناهم إلى سو دطيف سو بيجي وراها دطيف وناخ من غير أداء وإن أكوزاتيف دول معناهم إيه؟ دول معناهم إلى ناخ بتيجي مع القارات والبلاد والمدن والاتجاهات وطبعا كلمة هاوس اللي معناها المنزل تسو بتيجي مع الأشخاص والأماكن اللي ليها أدوات بيجي وراها دطيف إن مع الأماكن اللي ليها أدوات زائد الدول يعني الأماكن اللي ليها أدوات يا إما تسو دطيف يا إما إن أكوزاتيف بعد كده الأشخاص تسو بس الدول اللي ليها الدول اللي ليها أدوات إن بس وإحنا في الحصة قلنا كل الدول اللي ليها أدوات وحلينا عليهم لما تعبنا يلا يا فندم دي ألترن جيهن هايت جيهن يعني يذهب فعل حركة يبقى أنا عايز حاجة بمعنى إلى طيب كينو أدتها دس يبقى يهير لو إن تبقى إن دس اللي هي يعني بتساوي إنس ولو تسو دس في الدطيف بتبقى ديم تسو ديم اللي هي تسم يبقى أنا أختار يا إما إنس إما تسم وأنا ما عنديش إلا إنس فايز دو الاين ان ان قلنا اول ما بشوفها بتنح انا ما هي ان دلوقتي بقى ليها معنيين في والى يبقى تاني ان دلوقتي ليها كم معنى صديقي معنيين معناها في ومعناها الى طب اعرف منين معناها في ولا الى على حسب معنى الجمله على حسب الفعل حركه ولا سكون يعني في فعل الجمله بتاعتها بيدل على السكون والى بيدل على الحركه طيب هنا بيقول لك فارست يسافر يبقى يسافر الى حال يبقى ان وراها اكوزاتيف طب شفايتس سويسرا اداتها دي ودي في الاكوزاتيف ما بتتغيرش مارتن جيت مارتن يذهب يبقى يذهب الى بوخلادن محل الكتب اداته دير يبقى لو يهير ان اكوزاتيف تبقى ان دين سو تسو دين اللي هي تسوم يبقى يا ان دين يا تسوم ما عنديش منهم الا تسوم اللي بعده سوبر ماركت أداتها دير يذهب يبقى يذهب إلى دير كلهم إن دير في الأكوزاتيف دين تبقى إن دين دوموست أرتست أداتها دير جهن يذهب يذهب إلى الأشخاص بيجي معهم تسو تسو زائد ما تقوليش بقى تسو دير لأ ما هي أرتست أداتها دير أصلا في الدطيفة تبقى ديم يعني تسوم ستة في كامي ايش نقط موزيوم تسوم موزيوم اصل يا حبيبي موزيوم اداتها دس فما لهاش علاقه بدين ناخ مع الكلمات اللي ملهاش ادوات تسور مع الكلمات اللي اداتها دي تسوفوس عيب لمن يعني عيب تسوفوس فو كان من هي اين كافن اين يستطيع المرء ان يتسوق هنا قال لك دا جيهن زي ام بيستن نقط شتات سنتروم اداتها دس
يعني يا اما تسم يا اما انس، وانا ما عنديش هنا الا تسم. ايش فليج برلين، انا اسافر الى برلين ناخ. تاني القارات والبلاد والمدن والاتجاهات تيجوا مع ناخ، الحاجات اللي ملهاش ادوات. لينكس اتجاه شمال، قلنا الشمال ده الاتجاه مش اسلوب الحياه، تبقى ناخ. هاوس، ايوه هير معه هاوس، انت قلت لنا قبل كده ان هاوس بيجي مع حرفين جر، يا ناخ هاوس اللي معناها الى المنزل، يا تسو هاوس اللي معناها في المنزل. صح صح. طب هنا بيقول لك ايه؟ كومست ياتي، يبقى ياتي الى المنزل ناخ. من اول رقم 12 تاني عشان خاطر الباشمهندس يوسف. تمام، انتوا هتلاقوا الكلام مكتوب زي ما قلت لكم كده، حصل المشكله فما كانش بيسجل فانا كنت حليت، فيلا نرجع تاني. رقم، بصوا بقى على الفيديو كده عشان انا هختصر الوقت، بصوا على الفيديو هتلاقيني انا مجاوب لك الحاجات دي كلها. تمام، واحده واحده، ادي هم بوز، بص على الاجابه، راجع لنفسك تاني، بروح اهو. طبعا انت اعمل بوز وشوف الاجابه بتاعتك. تعالى بس ايه، هنحل من اول هنا مع بعض. دول الاسئله العامه على حروف الجر بس، برضو احنا ايه نجيبهم من الاول، مش قضيه علشان خاطر استاذ يوسف. يلا بسم الله. أول واحدة دي بوخ هاندلونج إيست نوت إك نوت ريشتن زايتر. بص يا معلم، دول إكسبريشنز أوف زايتر إن دير نيه أن دير بوس هالت شتيل أن دير أمبل أوف ديم بارك بلاتس أن دير إك أوف ديم بارك بلاتس أن دير أمبل an der Bushaltestelle. Expressions، والله expressions لازم تبقى حافظها. يلا بقى ايه كده، خلصنا الاكسبريشنز. تعالى من اول رقم 10، mein Sohn ist krank، ابني يكون مريض. Er liegt not bit، يبقى هو رائد، يبقى اكيد في السرير. تعالى تسلم ايدك، شكرا، هشرب شاي حد ما طلعت. طب اشربه معايا، قول يا رب الشاي ما يقع، ترابيزه خفيفه. لا انت الشاي تحطه تحت، ثانيه واحده. يلا، يبقى رائد في السرير، وقلنا السرير اداته دس. ان بمعنى في بتبقى ضطيف، تبقى ان ديم اللي هي قلنا بتساوي ام. ماين فاتر ist sehr krank، والدي مريض جدا. اموس نوت ارست جيم، يذهب يبقى انا عايز يذهب الى الطبيب. قلنا الاشخاص ما يجيش معاهم ان ولا ناخ. الطبيب اداته دير سو، بيبقى ضطيف، فدير في الضطيف بتبقى ديم يعني تسم. فاز دو ان دان فين استغايش، النمسا بلد ملهاش اداه تبقى ناخ. ناين ايش فاغي ديزيس يا نوت او اس ا، او اس ا اداتها دي الدول، قلنا اللي ليها اداه بيجي معاها حرف الجر ان، بيجي معاها حرف الجر ايه؟ بيجي معاها حرف الجر ان، فتبقى ان دي، لان ان دين دي بتاعت الكلمات اللي اداتها دير. 13 فو ايست سامي، نكبر كده، سامي فين؟ قال لك ايست هايت نوت هاوس جيبليبن، قلنا هاوس بيجي معاها يا ناخ يا تسو، جيبليبن يمكس، يبقى يمكس في المنزل تسو هاوس. انفوخن اند جيهن، يذهب اصدقائي، يبقى الى كينو اداتها دس، كلهم ان، دس في الاكوزيف ما بتتغيرش تبقى انس. ايست دايني موتا، هل تكون مامتك نقط الدكتور، يبقى انا عايز سكون تبقى تسوم. لا، الاشخاص ما يجيش معاهم ان ابدا باي معنى وفي اي حاله، يبقى يا بايم يا ميت. ارتست ليها اداه، لازم اجيب الاداه، تبقى بايم اللي هي اختصار باي ديم. تمام، نقط ريستورانت اسم فيها هايت تسوم التاج، احنا نتغدى في المطعم، مطعم اداته دس ان، لما بمعنى فيه يبقى وراها ضطيف.
das في الضطيف بتبقى دين. Mein Onkel hat einen Termin beim Friseur, لأن Friseur أداة هدير. 17 Wo bist du? أين تكون أنت؟ Jetzt bin ich schon, أكون أنا الآن في المنزل, zu Hause. In einer Stunde, في خلال ساعة, will ich not schwimm bad sein. أكون not حمام السباحة, يبقى أكون في. إن معناه في بيجي وراه ضطيف. دص في الضطيف بتبقى ديم. إن ديم اللي بتساوي إم. Heute geht Herr محمود نقط بنك. يذهب هير محمود يبقى إلى البنك. بنك أداته دي. يبقى يا إما إن دي علشان أكوزاتيف يا إما تصور. أنا ما عنديش إلا تصور. فات إيه هايت ناخ متاج فين. فين اللي هي فيينا بلد. ناخ. 22 ثانية واحدة أجيب الشاي. Frau Roth ist um 12 Uhr in der Stadt. يبقى تكون الساعة 7 في المدينة. حلو. Stadt أدتها دي. إن لما معناها في دي جوارة ضطيف. يعني in there. Wo gibt es hier einen Stadtplan? لو سمحت فين هنا خريطة المدينة؟ قال لك نقط. قال لك إيه؟ ركز معايا. قال لك نقط تورستن انفورماسيونن. تورستن انفورماسيون أدتها دي. أين؟ يبقى الرد بتاعها انضطيف. ودي في الضطيف بتبقى دار. إن دار. 24 في كام إيش نقط بوست. بوست أدتها دي. عايز أقول كيف أذهب أنا إلى. يا هير لو إن هتبقى إن دي عشان أكوزاتيف. ولو تسو تبقى تسو دير اللي هي بتساوي تسور. وأنا ما عنديش هنا إلا تسور. عاش يا وحش. لبعد نقط بيكاغاي المخبز. كاوفت مان فريشس بروت. الواحد بيشتري عيش طازة. يبقى في المخبز. مفيش عندي إن إلا إن دير. فأنا حتى مش محتاج الأداة. Wo steht die بوشا؟ أين تكون الكتب؟ قال لك بوشا رجال. إم في رف الكتب. أين تسافر يوم زونتاج؟ ناخ كايرو. وهين الإجابة إلى؟ بابزوخن ماين تانتا. أنظر عمتي. 28 نقط فارس دو لتستس يار. أيوه هير فارست ده فعل سكون. يبقى لازم أداة استفهام سكون. مفيش إلا فو. تمام. 29 ايش بين فورجسترن نقط لاند. ايوه هير لاند اوف ديم لاند. لا بس في هنا جفارن تبقى اوفس لاند اللي معناها الى الريف. ما احنا قلنا اوف ديم لاند معناها في الريف, انما اوفس لاند معناها الى الريف. تمام. اللي بعده Mein Bruder fährt mit S-Bahn. ايوه هير S-Bahn هدتها دي جايه ورا ميت. ميت بتعمل ضطيف تبقى دير. عندي كام دير؟ عندي واحده. يبقى انا خلصت. ماركت بلاتس اوف. حلو. ده لا وده لا. يبقى يا اوف دي يا اوف دي. شتيت دا بوس نقط كل. لا هنا كل لازم يجي معاها ام. لازم يجي معاها ناخ. تبقى ام وناخ. ام فرايتاج جيه شميت نقط فرويندن. فرويندن جمع ضطيف. دي تبقى دين يعني ماينن. عندي دي وعندي دي. قال لك يوم الجمعه اذهب مع اصدقائي نقط السينما. الى السينما يعني انس. دي تقريبا بقت شبه محفوظه خلاص ما فيهاش مشاكل. 31 او 33 letzte woche نهايه الاسبوع نقط فيها موزيوم جيجانجن. حلو. جيجانجن ذهب تصريف ثالث من افعال زين. مفيش الا زين دي واحده. 34 wir fahren نقط wochenende not alexandria. wochenende نهايه الاسبوع ده قديم بيجي معاه حرف الجر ام. يبقى ام يا ام ودول لا. الكسندرا اسم بلد بيجي معاها ناخ. ليتسس يار نقط ايش او اس ا جفارن. جفارن تصريف ثالث من افعال زين.
تبقى يبين يبين هابي وهابي غلط. ماشي. او اس ا اداتها دي الى تبقى ان دي. 36 ايش جاي يتست نقط ارتست اذهب الى الطبيب ثم ارتست طبعا. فراي تاكس ايام الجمعة نقط فيا نقط كلوب. طيب انا همسك الجزء الثاني الاول. النادي ينفع يجي مع ان بس؟ لا. طب فين اداه النادي؟ ان دين اه تيجي بمعنى الى. تصوم اه الى بايم لا. ماشي. طيب تصوم معناها الى وجين فعل حركه ينفعوا. ان دين معناها الى وبلايبن فعل سكون. لا لازم قلنا الجمله تبقى ماشيه ميه واحده كلها حركه وكلها سكون. جيست يذهب حركه يبقى الى اين؟ يبقى يا فوهين يا فوهين. ابوتيك كلمه ليها اداه يبقى ما ينفعش ابدا يجي معاها ناخ. 39 فيا نوت اون فرايتاغ كونسرت فيا ايه بقى؟ ماشي. شوف التصريف الاول. اولا كونسرت اداتها دس يعني انس تنفع وايم تنفع وانس تنفع واينن لا. ماشي. جيهن يذهب وانس الى ينفعوا. فارن معناها كان وانس الى ما ينفعوش ده حركه وده سكون. فارن يذهب او يسافر وام اللي معناها فيه ما ينفعوش لان ده برضو حركه وده سكون يبقى الوحيده جيهن وانس. 40 في كامش نقط بانهوف تسوم بانهوف بانهوف اداتها دس. نقط جهست دو جهست حركة أكيد إلى أين تبقى يا فوهين يا فوهين فولا وفولا. أحمد شخص الأشخاص بيجي معاه حرف الجر تسو. 42 نقط جهن زي أكيد إلى أين ماشي يا هير. بانهوف أداتها دس تسوم إحنا مش هسع علينا دلوقتي ماشي ما علينا. 43 فيا نقط جستر نقط فراو نادين. فراو نادين ده اسم شخص اكيد مش هحط له اداه فيا باي بس يا هير مش فراو اداتها دي يلا ما انا عارف ان فراو اداتها دي وهير اداتها دير انما هير حسام ملوش اداه وفراو ندى ولا فراو نادين اكيد برضه ملاش اداه تمام. 44 ايش بين جاستان ايوه يبقى عند الطبيب لا او الى الطبيب ما هو على حسب. طيب كلهم تصريف ثالث وكلهم من زين. جفار يذهب تنفع مع باي سكون؟ لا. تسوم إلى تنفع مع بلايبن سكون؟ لا. جيفيزن تنفع مع عند؟ طب ما هو يا فندم ما احنا قلنا الدكتور كلمة ليها أداة ما تنفعش يبقى الوحيدة اللي تنفع تسوم جيجانجن. أنا ذهبت إلى الطبيب أمس. 45 وآخر جملة قبل الأفعال المنفصلة ام زومر فاغ ايش نوات تركاي. ام زومر معلش هي غلطه المفروض فاغ وان دي يعني ده سؤال ده غلط حب تشخبطوا سؤال ده غلط. يلا بقى شويه نحل على الافعال المنفصله اللي في صفحه 147 تعال نراجع الافعال تاني. طبعا احنا عارف اب يبدا التحرك اب فارن اب فليجن يقلع يصل uncommon يواصل السير weiter gehen يمر على for by common يحضر هي المفروض يحضر مع لا دي يحضر بس اللي هي abholen يركب مواصلات اين شتايجن يغير مواصله او يبدل مواصله اوم شتايجن ينزل من مواصله اوس شتايجن يعود تسروك تسروك اي نيله بقى تسروك جين تسروك كومن تسروك فارن تسروك فليجن كله تسروك. فان نوت اب قلنا في اب فارن وفي اب فليجن.
تمام. طب الطياره تبقى أفليجن. اشكوميد طبعا احنا قلنا الفرق بين أفارن وأفليجن، قلنا الفرق بين لوس فارن ولوس فليجن، قلنا الفرق بين اينشتايجن ومشتايجن وانشتايجن. اشكوميد مورجن سو سايتون كيوسك فور باي كومن، يمر على في كومن يبقى اختار فور باي. اب فارن واب فليجن، وفي اب هولن كمان، انا نقط الاطفال من الحضانه يبقى اب هولن اللي معناها يقل او اللي معناها يحضر. داتسوج نقط ام فون فو ان، داتسوج نقط ام فون فو ان ان كومن يصل خمسه ستة، دي خمسة. في كامش سوى بوست جين زي نقط جين زي فايتا اللي معناها يواصل الذهاب، فايتا جين يعني يواصل الذهاب، كمل ماشي يعني ثم الى الشمال. هانز شتايت دين سوق معه شتايجن، قلنا اين وام اوس، انا ما عنديش الا اوس. دات سوق هات كايني فريش بيتونج، القطر ما عندوش تاخير. Er kommt gleich an. هو هيوصل حالا. Es gibt keinen direkten Zug nach Berlin. مفيش قطر مباشر إلى برلين. Du musst in Bremen. لازم تعمل إيه في بريمن؟ أكيد لازم تبدل المواصلة. Umsteigen. Umsteigen. مش aussteigen. Wann kommst du von Deutschland zurück? متى تعود من ألمانيا؟ Der Zug ist 8 Uhr abgefahren. لأن القطر بري. Abfahren. إنما abfliegen ده بتاع الجو بس. اللي بعده. Wo nehme ich die Fahrkarte ab? Abholen. اللي هو يحضر التذكرة. Das Flugzeug. زين اوا تمام. است مع اب فليجن، لا است ده بيجي مع تصريف ثالث وافليجن ده مصدر. هات مع اب جفلوجن، اب جفلوجن من ضمن افعال زين. است واب جفلوجن تنفع، هات واب فليجن ده مصدر برضو، تبقى است واب جفلوجن. ايش شتايج ايما دو او بان ون شتايجن اين وام واوس، هنا ما فيش الا اين. Der Zug kommt pünktlich an. قلنا pünktlich دي معناها في ميعاده، يعني القطر دايما بيوصل في ميعاده. 15. Am Wochenende komme ich zurück. في نهاية الأسبوع أنا هرجع إن شاء الله. 16. Wann nahe der Bus? Ein ما بتجيش مع kommt. Ab ما بتجيش مع kommt. Steigen تيجي مع وفيرت تيجي مع اب، بس انا هقول ناخ كورتس يعني بعد فتره قصيره. هقول متى يبدل الباص ولا متى يقلع الباص او ينطلق. مفيش حاجه اسمها اب كومن، مفيش حاجه اسمها انفارن، في حاجه اسمها ان كومن، في حاجه اسمها اومشتايجن. قول الساعه 11 يصل القطار ولا يبدل القطار؟ يصل القطار. In einer Stunde, في خلال ساعة fährt der Zug abfahren. Es gibt keinen direkten Zug, مفيش قطر مباشر إلى طنطا. Nach. Wann nuat das Flugzeug? ماشي. Hat ankommen, بيجي مع فعل ناقص مش هابن وزايد. Ist ankommen, ist بيجي مع تصريف ثالث مش مصدر. ist angekommen تنفع، hat angekommen ده تصريف ثالث، بس angekommen من ضمن افعال sein مش من ضمن افعال haben، يبقى الحل الصح الوحيد الرابع. تمام. تعالى بقى ايه الاسئله العامه على الجراماتيك كلها اللي هي في صفحه 149. von Gießen nach Helwan mit der Metro fahren، da sollen Sie in Tahrir بلاتس ومشتايجن، يعني من الجيزة الحلوان انت لازم تبدل في ميدان التحرير. اثنين. في كومت هاني ناخ هاوزه، كيف يأتي هاني الى المنزل؟ قال لك اعنمت نقط بوس،
بوس اداه دير نيم اللي بتعمل اكوزاتيف دير في الاكوزاتيف بتبقى دين. ثلاثة اس ايست شون متى نخت احنا بين وسط الليل في اللايشت فات يتست كاين سوج ما ممكن ما بقاش بيمشي دلوقتي اي قط اي تسوج قطر und auch نقط اوبان und keine اوبان اوبان اداتها دي قالك ايش جاي ليبا تو فوس انا احب امشي عليك اسست تو فايت بعيد جدا ايش نيمه نقط تاكسي تاكسي اداته دس جاي اكوزاتيف علشان نيمن يعني اين ماين يونيفرسيتيت ايست جلايش اون دي اك الجامعه بتاعتي مباشره على الناصيه ابا ايش نيمه لكن انا هاخد نقط اوبان شتراسن بان اداته دي نيمن اكوزاتيف فتبقى دي زي ما هي ايش بين ام كذا هي كان ايش دين سوق نيمن انا اقدر اخد القطر يبقى اكيد سيادتك في محطة القطر ايش جهة صور صور يبقى انا عايز كلمة اداتها دي بوست اداتها دي بانك اداتها دي بوست هالتشتل اداتها دي بيكا غاي اداته دي كلهم ينفعوا كمل الباقي دورت كان ايش بريف ماركن كاوفن هناك اقدر اشتري طوابع بريد تبقى بوست مكتب البريد وو ايست ماينه تاشه فين الشنطة بتاعتي موتي يا أمي داينة تاش ليكت أوف صوفا صوفا أدتها دس صوفا أدتها دس أوف بتعمل ضطيف دس في الضطيف بتبقى ديم ويندي زتت فو نقط فانزيا حلو فانزيا كلمة أدتها دير فور بتعمل ضطيف دير في الضطيف بتبقى ديم اللي بعده نيبن بتعمل ضطيف تليفون اداتها دس دس في الضطيف بتبقى ديم هوتل اداتها دس كويس محمد اربايتت محمد يعمل في اوتيل ام يرمها باي يا عمي باي لما بقى. لما اقول لك موفن بيك لما اقول لك اي اسم فندق ارتانا لما اقول لك هيلتون لما اسم فندق كلمه فندق يجي مع حرف الجر ان عادي تبقى ان اللي بعده اسماعيل اند احمد فاغن جستر نقط كينو كانوا يبقى في السينما ام نقط كيوسك ام كيوسك اكسبريشن خلاص حفظناه من كتر الحل فو است زياد نقط بارك بلاتس اوف دي اكسبريشن حفظ دكتور مايا ابايتيت يدن تاج نقط براكسس براكسس معناها عياده اداتها دي تمام يبقى هير ان دير الضطيفه هي لو معناها في وان دي لو معناها الى طب ما ادي ان دير موجوده وان دي موجوده ما هو يعمل يبقى يعمل في ولا يعمل الى يعمل في تبقى ان دير خديجه وجودي خديجه وجودي جيهن ان نقط جشفت ماشي جشفت اداتها نص ان هنا قلنا هير يا ضطيف يا اكوزاتيف لو معناها في يبقى ضطيف ولو معناها الى اكوزاتيف طب ما بقول لك يذهب يبقى يذهب الى تبقى ان اكوزاتيف وضص في الاكوزاتيف ما بتتغيرش 17 فو فار ليلي جسترن اين كانت ليلي امس قال لك اس فار نقط جينيفر ايوه جينيفر ده اسم شخص كانت يبقى عند جينيفر الى اين يذهب انطون هو يذهب الى توماس ناخ سوري تسو يبقى تاني عند شخص باي الى شخص تسو وهين جيت يوسف الان يذهب يوسف نقط ابوتيك نقط الصيدلية اداتها دي يذهب الى اين يبقى الى تبقى تسور ماشي قال لك ابراخت اسبرين ومحتاج اسبرين وانا محتاج شاي الجمله رقم 20 warum gehst du nicht in die schule انت ليه ما بتروحش المدرسه قال لك ich bin krank انا كنت انا اكون عيان ich war not arzt انا كنت نقط الطبيب يبقى كنت عند الطبيب gehen wir nach kino kino سينما das
تبقى إنس، لأن جهن يذهب، يذهب إلى، قال لك ناين إشباع فوجسترن، أنا كنت أول مبارح يبقى فيه السينما، تبقى إيم كينو. متهيألي خلاص احنا حلينا كل الأسئلة بطريقتها، فاحنا عارفين الإجابات بشكل مباشر. فوليب داين أونكل، أين يعيش؟ يبقى الإجابة فيه إن، إنما عارف لو دي مثلا فوهين كانت بقت ناخ. إلى أين؟ يبقى الإجابة إلى، اسم مدينة تبقى ناخ. في الأجازة بتسافر عيلتي نقط الولايات المتحدة، الولايات المتحدة قلنا دي دولة، استنى كده، قلنا دي دولة أداتها دي، الدول بيجي معها إن، يبقى ناخ لأ، سور لأ، يسافر إلى دي، وقلنا OSI دي جمع، OSI دي جمع، ما بتتغيرش في الأكوزاتيف، لا مفرد ولا جمع ولا دي لا بتغير في الأكوزاتيف. إز جبت كاينين دي غير تنسوج، مفيش قطر مباشر، دينا موس إن لايبسش، دينا لازم تعملي في لايبسش، تبدل المواصلة ومش تايجن. 26 دي أوبان ناخ بالين نقط أم كذا فوم جلايس أب أب فارن، طبعا متصرفة تبقى فارت. إش موشت أين تيكت ناخ شرم الشيخ، أنا عايز أذكرها شرم الشيخ. نقط أودا هن أدسوك، أيوة إحنا حافظينها إكسبريشن على بعضه، أين فخ أودا هن أدسوك، ذهاب فقط ولا ذهاب وعودة؟ أين فخ أودا هن أدسوك. داتسوك رقم 28 داتسوك ناخ هامبورغ، القطر الى هامبورغ. هاتلايدا عنده للاسف تاخير. طب ليه هير ما قلتش بونكتليش اللي معناها منضبط؟ علشان يا صديقي كلمه بونكتليش اللي معناها منضبط بيجي معها الفعل زاين اللي معناها يكون، ركز يا ولد. دير كيوسك ايست دايركت نقط بانشتايج، دير كيوسك ايست دايركت نقط بانشتايك. وبعدين من غير حاجه اصلا، ما هي بانشتايك كلمه ليها اداه، يبقى انا لازم استخدم معاها اداه، حرف جر واداه. اوم دي اك يا هربش كانت اندر اك، يا ابني ما احنا قلنا في اتنين لاك، قلنا في حاجه اسمها ان دير اك وفي حاجه اسمها اوم دي اك. 31 دي بانك ايست نيشت فايت، البنك مش بعيد. اس ايست جلايش ان دير نيه، ايوه هنا انا حافظها، ان دير نيه معناها بالقرب من او قريب. انس ان اكوزاتيف معناها الى اين، بسال عليها معناها سوري الى، بسال عليها فوهين بمعنى الى اين. دي ابوتيك الصيدليه نقط نيبن دي بوست، تكون بجانب مكتب البريد. نقط دي ريستورانت ايست دي جراج، نقط المطعم يكون جراج، تحت المطعم تنفع، فوق المطعم لا، اعلى المطعم ده في مسافه، لا خلف المطعم ولا في المطعم؟ والله يا ابني هنا تنفع انتر صح وتنفع انتر صح، بس انتر هنا الاصح. فوهين بيس دو ان دين فيرين جفارن، انت سافرت فين في الاجازه؟ قال لك ايش بين نقط شفايتس، ايوه شفايتس اداتها دي ماشي. جاي ورا ان، ان هنا معناها في ولا ايه؟ لا بص في الفعل، يسافر يبقى يسافر الى، ان بمعنى الى اكوزاتيف، دي ما تتغيرش. جهز تدو فعل حركه اداه استفهام حركه. فوهين في كومت مان بوست، كيف يذهب المرء الى، بوست اداتها دي، تبقى يا اما ان دي علشان اكوزاتيف واما تصور علشان ضطيف، مفيش الا تصور. شتيت ان دير ان اكوزاتيف معناها فيه، بنسال عنها بفو. از جبت فريشس اوبست نقط ديمتيش، يبقى اوف ديمتيش على الترابيزه. ماني موتا نمت كاينن، يبقى انا عايز كلمه اداتها دير سوري عايز كلمه اداتها دير، تبقى بصلني في الشاي، يا ابني شاي والله شاي عادي يعني. حسبي الله. 41 يدي فوخ فارش فون جيزا ناخ حلوان، كل اسبوع بسافر من الجيزه لحلوان. اشموس ايوه احنا لسه حلينا من شويه، كانت اومشتايج. في كومش تسون باك بلاتس، اروح زي الجراج، قال لك جيش سؤاس ناخ لينكس، اروح الاول شمال، قال لك لا
الى اليمين، عكس شمال يمين. ربنا يجعلنا من اهل اليمين، قولوا امين. سموا الله كده، محدش يسرح مني، سموا الله. فو فنديش هي اينن، اينن يعني عايز كلمه اداتها دير. كيوسك، كشك، لان هنا كمان عندك اينت سايتون كاوفن، يشتري جورنان. احنا بنشتري جورنان اكيد من الكشك مش من مكاتب التذاكر، احنا اسفين يا صلاح. 44 واس في اينه فاكاته مشتن زي، واس في اينه فاكاته مشتن زي، نوع تذكره انت عايزها. هين اند تسروك زي ابو عوده، قال لك لا لا، يبقى انا عايز العكس، اين فخ اللي معناها ذهب فقط. وو است هي اين بانك، اين البنك اللي هنا؟ قال لك بجانب مكتب البريد. مكتب البريد كلمه اداتها دي جايه ورا نيب، النيم بتاع اللطيف دي في اللطيف بتبقى دير. شتات اداتها دي، الطائره تكون يبار دي، لا دي اكوزاتيف ويبار لطيف. يبار دير تنفع، يبار دين لا، يبار ديم لا. Das Kind setzt not seinen Eltern. Not will die. يبقى بين zwischen. Die Post liegt da drüben not Krankenhaus. Krankenhaus أدتها das. Hinter Dativ تبقى ديم. Der Marktplatz ist neben Restaurant McDo. دائما ماكدونالدز، بس احنا بنحس ان احنا خايفين من الاعلانات، ما علينا. Restaurant das. نيبن بتعمل ضطيف، ضص في الضطيف بتبقى ديم. فور بتعمل ضطيف، بانك اداتها دي، دي في الضطيف بتبقى دير. ايش فاري فون كايرو ناخ طنطا، انا مسافر من القاهره لطنطا. في طنطا نقط انا الساعه 2، يبقى حاصل ان كومن 52. الواجب كان كتير والله، معلي انا اكتشفت دلوقتي ان الواجب كان عليكم كتير، بس احسن نتعب مع بعضينا، مستقبلنا نلحق مستقبلنا اللي هيضيع، يعني نلحقه، ربنا يكرمنا كده، نقفل الالماني ان شاء الله نبقى زي الفل. اشرب شاي. انشولدجوك، فو فات دي دي اوبان اب افار نيوكلم. وان كام دا بوس ان، متى يصل الباص؟ قال لك دي، ايوه ما هي ان كامت يصل مرتبطه بكلمه انكونفت اللي معناها الوصول. داتسوك القطار، اب اب فيرت. مورجن فليجش ناخ روم، بكره سافر الى روما. دير نقط ايست ام فليج تبقى فلوج، فليجت دات فلوجت سويج اب اب فليجن. وو موست دو، يبقى انا عايز مصدر، لان في موسن مفيش مصدر الا ومش تايجن. ماني اوبان كومت شون، القطر بتاعي جه، او الميثود ايش شتايج يتست اين، هركب. ايش فاغ نوخ تو بوست، انا اكمل الى مكتب البريد. فو زول ايش اوس شتايجن، انزل فين؟ Wo kann man hier einkaufen؟ الواحد يقدر يتسوق هنا فين؟ قال لك da gehen Sie am besten nur Stadtzentrum. Stadtzentrum أدتها das. gehen يذهب، يبقى يذهب إلى. nach مع الكلمات اللي ملهاش أدوات. لو إن تبقى إنس. zu بتعمل ضطيف، das في الضطيف ديم، يعني تسوم. 61 يا كفارة، تسوفوس، كان نفسنا فيك من زمان. 62 فيا كومي إيش نوت؟ سين موزيوم، ما علينا يعني ايه سين موزيوم؟ كلمة موزيوم أدتها دس، يبقى يا إما تسوم يا إما إنس، مفيش إلا تسوم. نقط ريستورانت كارمان، في المطعم الواحد يقدر ياكل، بس أكيد مش إلى المطعم ولا على المطعم ولا قدام المطعم، في المطعم. 64 انشولديجونج إيش زوخ أين ريستورانت، معذرة أنا بدور على مطعم. توت مي لايت، يؤسفني. إيش بين نيشت فون هير، على بعضها. ايش بين نيشت فون هير، يعني انا مش من هنا. ايش نقط ميت ديم فلوجت سايك، فلوجت سايك تبقى اكيد الفعل فليجن اللي معناه يسافر جوا.
فان فيرد تسوق اب ابفارن مرتبطه بكلمه ابفارت وتقابلنا في المواقف كتير. ايش براوخ اينه كلمه اداه حديد. قال لك جي ان دي تورستن انفورماسيون ان تبقى اوسكونفت اللي معناها استعلام او معلومه. ايش كومي اوس كايرو انا جاي من القاهره. ماين نقط ايست كايرو. ماين هير كونفت اللي معناها موطن. طبعا احنا خدنا الفرق بين كلمه انكونفت واوس كونفت وهير كونفت. انكونفت الوصول، اوس كونفت استعلام، وهير كونفت الموطن او المنشا. وخدنا كمان كلمه اونتر كونفت اللي معناها الاقامه. 69 ايش جهت سور اربايت نقط دير اوبان. 100 وسيله مواصلات بجمع 100. الله جميله. هامولا فاجستا نقط هاوس كان امبارح يبقى في المنزل. يبقى ياتسودي ياتسودي نقط مترنخت. مترنخت بيجي معاها اندير. دي من قديمه دي ما نفتكر قديمه يا رما. من زمان مش اسمها من زمان. راجع كل حاجه يا واغد. 71 في ار نوت ان فرايتاج كونسرت اللي احنا هننزلها من شويه اللي هي كانت جيهن وانس. ماشي. في ماخن اين رايز نوت ديم شيف. شيف وسيله مواصلات. يبقى ميت. يبقى يا ميت دي يا ميت دي دول لا. نقط بريمن. بريمن اسم مدينة. نعمل رحلة يبقى إلى. تبقى نخ. دابوس فات. نقط الف اور. الف اور الساعة 11 يجي معاها حرف الجر أم. تاني يجي معاها حرف الجر أم. تبقى يا أم التانية يا أم التالتة. فارن يجي معاها حرف الجر أب. لي بني غالتان اوخ دوتشلاند. هو والديك عايشين يبقى في المانيا. تبقى يا اندي يا اندي. ناين لا يبقى في سويسرا. في يبقى ان لطيف تبقى ان دير. شاطرين وربنا انتوا علبه شويه. انا مستني ناس تقفل الشهر الجاي. ناس كتير اوعوا تنسوا. يعني مستني نورهان، مستني محمد، مستني سارة، مستني مصطفى، مستني عمر، حسني، مستني حبيبة. في ناس كده مستنيهم تقفلوا. وطبعا محمد اللي انا بقول عليه هو عارف نفسه، عارف مين اللي زله في السيشن بتاعه في المحاضرة بتاعه في سنتر مكة. انت عارف ان انت مذلول قد ايه. احسن يا محمد، انا فرحان فيك جدا يا ابو. كان كام ياب؟ كان 53. كان 53. ماشي 75. بيس دو جاستر نقط. بيس دو جاستر نقط داين جروس التر جيجانجن. جيجانجن ذهب يبقى الى. ايوه الاشخاص يا جماعه تسو تبقى بايم وباي. لا نكمل. قال لك 9 ايش بين نقط اتس جيفيزن. جيفيزن كنت يبقى كنت عند تبقى بايم. يا جدعان الجمل دي ما بتخلصش. والله تعبتوا عيال والله تعبتوا. لا تعبتوا بس ولا هيفرق. 76 نقط ماخز دو ام فوخن اند. قال لك ايش جيهك كلوب. طيب نجيب دي الاول الاسهل. كلوب اداتها دير. يذهب يبقى يذهب الى. يبقى يا ان دين يا تسوم. طب دي تنفع ودي تنفع. ماشي ودي تنفع. ايوه هقول لك الى اين تفعل في نهايه الاسبوع ولا ماذا تفعل في نهايه الاسبوع. هنا المعنى اللي اختلف. 77 نقط جيت داين فاتر. جيت داين فاتر يذهب والدك. ده فعل حركه يبقى عايز اداه استفهام حركه تبقى فوهين او هر فرحتي شلت فوه بس ياد بالراحه يا واد. اوبا الجد ليها اداء. الاشخاص ما يجيش معاهم ان وما يجيش معاهم ناخ تبقى فوهين وتسوم. شاف سهله ازاي يا بطريق. 78 علي فات نقط بوس وسيله مواصلات يجي مع حرف الجر ميت. يبقى شلت واحده خير وبركه. نقط ان دي شوله يبقى الى المدرسه. الى دي دي اكوزاتيف. انهي حرف جر بيجي وراه اكوزاتيف هو ان تبقى ميت وان. 79 ايش فليجي نقط او اس ا. ايش فليجي نقط او اس ا. انا هسافر نقط الولايات المتحده. ايوه هير الى الولايات المتحده يعني ان دي. حلو يبقى شلت واحده.
ايش بلايبه انا هقعد في الولايات المتحده اسبوع. دي جمع، دي جمع ان 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 بمعنى فيه تبقى ضطيف، و او اس اه دي جمع، دي جمع في الضطيفه تبقى دين، تبقى ان دين، تبقى ان دي وان دين. 80 نيبن نقط اربايت، اربايت اداتها دي، نيبن بتعمل ضطيف، دي في الضطيف بتبقى دير، يبقى يا ماينر يا ماينر، ماشي شيل دول. ولك نيبن ماينر ابايت، نيبن ماينر ابايت جنب الشغل بتاعي جبتس اينن جوتن كافيه، في قهوه كويسه جدا يدن تاج، كل يوم اذهب انا نقط كافيه. ايه ده في حاجه غلط اون ذا ترينك ادبس، هي المفروض تبقى يا انس يا تسوم، احنا اسفين يا صلاح، يعني هي المفروض يا انس يا تسوم، اللي منهم صح تبقى صح. فكك من السؤال ده. 81 فو است دا بال فون ادم، فين الكره بتاعت ادم؟ قال لك نقط بال، ايوه بال اداتها دير، يبقى عايز ضمير الكامل من غير نهايه، كلهم من غير نهايه، ادم بار وضمير الكامل من ار اسمه زين بس. نوع اندين فيرين فقط في الاجازه، دوفن فيا شبيت، احنا مسموح لنا بيت معناه سرير، تبقى يا انس يا ام كلهم ماشي. نذهب الى تمام، ناتي في لا، ننام الى لا، ناتي في لا. تاني لما قلنا الجمله كلها ميه واحده، فعل حركه وحرف جر حركه، انما ده فعل حركه وحرف جر سكون. هنا اصلا دورفن ما ينفعش يجي معاه تصريف تالت، وهنا ده سكون وده حركه ما ينفعوش، يبقى ده الوحيد اللي ماشي. 73 فيلي اجابتا فاغن نوت الكسندريا، الكسندريا اسكندريه الى تبقى ناخ، يبقى يا ناخ يا ناخ. ميت، ميت يبقى انا عايز وسيله مواصلات، ايوه دير تسوق، لا تسوق اداته دير، فالمفروض اصلا تبقى دين، فما تنفعش تبقى دين اوتوز لان جمع الضطيف. طب ليه ما خدتش ان؟ علشان اخرها اس. 84 84 والله بص بيغزوني، حاسس ان انا تعبت في البتاع، جايبين لي موز، شكرا شكرا يا باشمهندس يوسف، تعويض على 10 دقايق بس انا بتدلع. بص انا مقيم، انا هنا من الصبح تقريبا فقاعد معاكم. ام زمر في الصيف نقط ايش تركاي، تاني الجمله كلها ميه واحده، فليجن ان دي تنفع لان تركاي اداتها دي، فهنا معناها الى يسافر الى تنفع، يكون الى لا، يسافر ان دير معناها في لا، يسافر الى لا، يا يرمى يا ناخ يا لا، ما هي تركاي ليها اداه، يبقى الوحيده فليج وان دي. تاني هنا ده كده حرف جر حركه وده فعل سكون ما ينفعوش مع بعض، تركاي ما تجيش معناها اصلا، وده فعل حركه مع حرف جر سكون ما ينفعش، يبقى الوحيده اللي تنفع ايه؟ فليج وان دي. 85 واخر جمله، اخر جمله في الجرامر، لسه في مواقف بالراحه. ماين اونكل ايست فرهيراتت، عمي متجوز نقط فراو، حلو فراو اداتها دي، عايز ضمير ملكي اخره ايه؟ دي لا، دي اه ودي اه ودي اه، شوف المالك ماين اونكل عمي وهو ضمير ملكي من ار اسمه زعيم. تمام تمام كده خلصنا الجرامر، تعالى بقى نحل مع بعض اسئله المواقف، هم قليلين ما تقلقش، دي طبعا كل الافعال المنفصله وكل الكلمات اللي هنحتاجها في المواقف، مش هنبص كام جمله عشان الحسد. يلا رقم واحد، اير فرويند فراك، صديقك بيسال فو كان مان هيات سايتونج هابن، الواحد يقدر يشتري جرايد هنا منين؟ اكيد ام كيوسك من الكشك بتاع الجرايد. اثنين اير فرويند فراك، صديقك بيسال في كامي ايش تسوم ايجابتشن ريستورانت، اقدر اصل ازاي الى المطعم المصري؟ حتى هتقول له ايه؟ هتقول له امشي على طول ثم اول شارع شمال، تنفع. هتقول له في شباك التذاكر، لا انا اجد المطعم المصري رائع، انت كده ما وصفتلوش المكان. هتقول له هي تكون بالقرب او هير ليه؟ لا يا باشا اصل ايجابتشن ريستورانت كلمه اداتها دس، فالمفروض بعوض عنها باس مش بزي، هتبقى اول واحده. ثلاثة أمبانوف في محطة القطر فراكت ييمند،
بيسأل الشخص فو كان من اين فار كارتي كاوفن؟ الواحد يقدر يشتري تذكرة منين؟ من الكشك، من شباك التذاكر، من المخبز، من كشك الوجبات السريعة. لا، ام شلتر. شلتر معناه شباك التذاكر. اربعة، زي زند فريند ان اينر شتات. قلنا فريند، قلنا معناه غريب او اجنبي. انت غريب في مدينة. زي زوخن ايني ابوتيك، انت بتبحث عن صيدلية. بس زاجز دو هتقول ايه؟ معذرة، اين توجد هنا صيدلية تنفع؟ انا بدور على محطة القطر. لا، كيف تجد انت الصيدلية؟ في حمار اختارها. يا بابا يا حبيبي، كيف تجد؟ بتسأل عن الرأي. تاني، كيف تجد؟ بتسأل عن الرأي مش عن الطريق. ولا معذرة انا اكون في الصيدلية؟ لا، يبقى ايه اول واحدة. تاني، ما تنساش كيف تجد دي بتسأل على الماينونج، الرأي. خط وحش قوي على البتاع ده، استنى يا ولد تبقى لك تاني بالراحة. يبقى ماينونج اللي معناها الرأي، ماي نونج. واضحة كده؟ واضحة. استنى يا ولد، استنى الموس، استنى حل معايا. زي بشرايبن دين فيك تور يونيفرسيتيت. انت تصف، مش شايف المعنى يصف، انت تصف الطريق الى الجامعه. فاز زاجز دو، هتقول ايه؟ الجامعه كبيره؟ لا، امشي على طول ثم شمال هتلاقي هناك الجامعه الناصيه تنفع. امشي امشي تالت شارع شمال هناك مكتب البريد. لا، للاسف انا مش من هنا يا حبيبي. انا بقول لك انت بتوصف خلاص، يعني انت عارف. تبقى تاني واحده. سؤال رقم 6، يماند فراغت زي، شخص بيسألك is the post to fight، هي الجامعة بعيدة، هي مكتب البريد بعيد؟ هتقول له ايه؟ لا، هي بعيدة؟ لو بعيدة هقول له اه. لا، هي مش بعيدة، امشي على رجلك تنفع. ايوه، هي قريبة، جنب المدرسة. تبقى التانية. شخص بيسألك فو جبتس هي، فو جبتس هي بروت، في عشانها فين؟ انت هتقول له اكيد في المخبز. 8، زي موشتن فيسن، حضرتك عايز تعرف في فايتست سوم بيبليوتيك است، كم البعد او كم المسافه الى المكتبه؟ هقول است هي اين بيبليوتيك ان دير نيه، في مكتبه قريبه هنا تنفع. كيف اصل الى المكتبه؟ لا، دي بتسال عن الطريق. هي المكتبه مفتوحه؟ لا، دي مواعيد العمل. متى تكون المكتبه مفتوحه؟ دي مواعيد العمل. تبقى اول واحده. يرمى انا المفروض يا هيرا الاقي في فايت. طب ما لقيتش، ما انت بتتعامل مع الاختيارات اللي مكتوبه. 9، زي كاوفن ايني فار كارت، انت بتشتري تذكره. فاز زاجن زي، هتقول ايه؟ ايني فار كارت ناخ برلين بيت، عايز تذكره الى برلين لو سمحت. 10، زي كاوفن ايني فار كارت ناخ شتوتغارت، انت بتشتري تذكره لشتوتغارت. فو زين زي يتست، انت فين دلوقتي؟ على الرصيف ولا على شباك التذاكر ولا في المطار ولا في مكتب السفريات؟ لا، في شباك التذاكر، ما انا لسه بشتري تذكره. طب ليه هير ما بقاش في المطار؟ يا حبيبي علشان فار كارت تذكره سفر بريه او بحريه، انما كلمه فلوج تكت دي اللي معناها تذكره طيران. 11، زي موشتن اين فلوج بوخن، عايز تحجز رحله طيران، انت فين دلوقتي؟ هنا بقى ام فلوج تسايك، هنا بقى في المطار. علشان ايه؟ قلنا فلوج بوخن، عايز تحجز رحله طيران. 12، زي فاتن اوف دين سوج ناخ برلين، انت مستني القطر البرلين، انت فين دلوقتي؟ على رصيف المحطه. Ihr Freund fragt، صديقك بيسأل wann geht der nächste Zug nach Köln، متى ينطلق القطار التالي إلى كولن؟ أنت تقول له إيه؟ ناين؟ لا، ده السؤال بالفعل. Die Abfahrt ist الإقلاع يبتدي كذا تنفع. مباشرة على؟ لا. القطر هيوصل؟ لا. يبقى الحل التاني. 14، jemand möchte wissen، شخص عايز يعرف wo gibt es
اني ابوتيكه فين الصيدليه؟ أيوة حد عايز يعرف يبقى انا هجاوبه. هقول له الصيدليه تكون جاي ان مكتب بريد تنفع. الصيدليه مفتوحه من الساعه كذا؟ لا. في الصيدليه الواحد يقدر يشتري دواء؟ لا، يبقى هي الثانيه. 15 اين فاركارت ناخذ على سبوك بيتر تذكره سفر الى زاسبورغ لو سمحت. متى تقول انت هذا؟ انت بتحجز رحله الى زاسبورغ ممكن. انت عايز بوخنزي؟ لا ده سؤال، سوري ما ينفعش، ده المفروض سؤال غلط. انت عايز تذكره لزاسبورغ؟ تمام. ذهاب ولا عوده؟ لا انت مش مسافر لزاسبورغ. لا يبقى انت عايز تشتري. امتى بتقول تذكره لزاسبورغ لو سمحت؟ لما انت تبقى عايز تشتري تذكره. 16 انت بتقول يا ان برلين، يبقى شخص بيسال. ايوه ما هي يا، يبقى انا عايز سؤال بادئ بالفعل، مفيش الا ده اصلا يعني. تمام. 17 انت بتقول اوف جلايس، يبقى شخص بيسالك. اوف بسال عليها بفو، يبقى خلاص ادي فو، بس ما تنفعش فو. على رصيف 3 يبقى شخص بيسال اين تقع لايبسيش؟ على رصيف 3 لا، هو في مكتب بريد على رصيف المحطه ولا اوف فيلشم جلايس؟ ايوه على اي رصيف؟ اوف فيلشم جلايس هي اللي الرد بتاعها اوف جلايس. اوف فيلشم جلايس اللي معناها على اي رصيف. سؤال رقم 18 زي موشتن دي ابفارت فون تسوك فيسن، عايز تعرف اقلاع القطر. ما تبقاش بقى زي التروبش وتقوم ايه تقول لي ادي ابفارت وادي ابفارت وما قريتش الاختيارات. بص هضربك طلقه بين عينيك، لازم تقرا كله يا باشا. طب ما ادي ابفارت وادي ابفارت اهو تاني، بس انا بسال عن القطر، تبقى الرابعه لازم تقرا الاربع اختيارات. ما تستعجلش زي حالاتي كده. 19 ييماند فراكت، بلاش غش بلاش غش. ييماند انت شفتوها خلاص بس ماشي يعني. شخص بيسالك عن الطريق الى مكتب البريد، هتقول له انا غريب هنا. فو جبت سي اينن بوخلادن، فين محل الكتب اللي هنا؟ فاز زاجز دو، هتقول ايه؟ ايه بادر شتات فوق المدينه؟ اكيد لا. هرد بسؤال فو از داس بوخ؟ لا. انت بتسال عن الطريق لمحل الكتب؟ ماشي. انت بتوصف الطريق لمحل الكتب؟ لا. 21 فان فليكت داس فلوج تسويج ناخ دوسلدورف ان، متى تقلع الطائره الى دوسلدورف؟ متى تقول حضرتك هذا؟ يبقى تسال عن الاقلاع اللي هي ابفلوج، اهي مفيش غيرها. 22 جين زي ام بيستن سوا بيكاغاي شميدت، روح احسن الى مخبز شميدت. يبقى شخص بيسالك اكيد اشتري عيش منين؟ اين استطيع ان اجد خبز هنا؟ تنفع عندكم مخبز؟ لا، يبقى دي اجابته بيعوناي. ماذا تكون وظيفه رشمدت؟ في هنا مخبز؟ ده برضه سؤال بالفعل المفروض الاجابه بيعوناي. يبقى هنا اللي بعده 23 دو فراجس ناخ دير ابفارت فوم تسوج ناخ برلين، تسال عن اقلاع القطار الى برلين. متى يقلع القطار التالي الى برلين؟ تنفع. متى يصل؟ لا. متى تسافر انت؟ لا، انا بسال عن بتاع القطر. هتسافر؟ لا، يبقى اول واحده. فو جبتس اينن امبس، اين يوجد كشك وجبات سريعه؟ فان زاجز دو داس، متى تقول انت هذا؟ عايز تشتري دواء ولا تشتري تذكره؟ تحجز طيران ولا عايز تاكل؟ اكيد عايز تاكل زي حالتي، انا جعان بصراحه بس ايش. طيب 25 ناين اس ايست ان دا نيه، لا هو بالقرب من. شخص بيسالك نيمش ليبا اين تاكسي تسون موزيوم، اخد احسن تاكسي للمتحف؟ قال لك لا هو قريب. تنفع. هو المطعم قريب؟ اقول له لا هو قريب. لا، هي شباك التذاكر يقع. ايه الهبل ده، ملوش علاقه. اقدر اروح هناك على رجلي؟
لا هو قريب، لا يبقى هو قريب، يبقى الحل الصح اول واحده. 26 دو بيست ان برلين اون ذا فراجست ام شالتر. انت في برلين وبتسال في شبكه تذاكر فان لاندت، لاندت دي معناها تهبط. متى تهبط الطائره من هانوفر في مطار برلين؟ ده معناه ان انت عايز تعرف ايه الوصول، تبقى ان كونفيت سايت. يعني هنا لندن تهبط اللي هي بتساوي انكوفت اللي معناها الوصول. 27 انت بتقول دو زاجست دا فورنو في الامام جلايش فور ذا بانك، امام البنك مباشره. يبقى شخص بيسالك انا يقع البنك، اكيد مش هقول له قدام البنك. كيف اصل الى البنك؟ مش اكيد اقول له في الامام قدام البنك. اين يكون الفندق؟ في الامام امام البنك تنفع. متى؟ ملوش علاقه. 28 deine tante kommt von Alexandria zurück. عمتك هتوصل من اسكندريه. du fragst am Schalter، انت بتسال في شباك التذاكر nach der Ankunft des Zugs، بتسال على ميعاد وصول القطر. يبقى اكيد بمتى، متى يصل القطار من الاسكندريه. Du bist fremd in einer Stadt. أنت غريب في مدينة und suchst ein Restaurant، وبتبحث عن مطعم. هقول فين المطعم القريب؟ إيه مذاق الطعام في المطعم؟ كيف تجد المطعم؟ قلنا كيف تجد عن الرأي وما تتعبوناش. من متى؟ لا هي أول واحدة مش متى، إلى متى دي بتاعت الميعاد. 30 jemand fragt، شخص بيسأل welches Verkehrsmittel nimmt Herr Weber، أنهي وسيلة مواصلات بياخدها Herr Weber. هقول هو بياخد شوربة وسلطة. يا ابني قلنا في الكيرس متر وسيلة مواصلات، تقلق في نفسك. هو هياخد شنطته معاه، هو محتاج مواد غذائية، هو بيسافر باللوفت هانزا بواسطة شركة الطيران الألمانية. اللي بعدها jemand sucht den Supermarkt، شخص بيدور على السوبر ماركت. هتقول له ايه؟ السوبر ماركت مفتوح لحد الساعة 10؟ لا انا غريب هنا، ممكن في السوبر ماركت كل حاجه طازه، ما انت مش بايع هناك، السوبر ماركت كبير ملوش دعوه، تبقى انا غريب هنا. 9 رقم 32 9 دو موست ان كيل ومش تايجن. لا انت لازم تبدل في كيل. قلنا اي حاجه ورا ان او اوس او ناخ اسم مدينه، يبقى شخص بيسالك اين، لا اين ايه معنى 9، يبقى انا عندي سؤال بفعل، يبقى الثانيه الثالثه الرابعه. تمام، بقول لك هو القطر منضبط؟ ملوش علاقة. القطر متأخر؟ لا، هو القطر ديركت، ديركت مباشر، يعني القطر ده مباشر؟ لا، أنت لازم تبدل في مدينة كذا. 33 شخص ما بيسألك هو القطر منضبط؟ هقول له لا، أنت لازم تبدل مواصلة؟ ملهاش علاقة. أيوه توتال جيرن بكل سرور؟ لا، لا هو عنده ربع ساعة تأخير تنفع. ايوه القطر المباشر؟ لا، يبقى هي الثالثه. 34 9 لا ميد دامبوس، لا بالباص. يبقى شخص بيسالك تحب تسافر بالباص؟ اقول له لا بالباص، اكيد لا. جيز دوت سوفوس ان كينو، هتروح على رجلك للسينما؟ لا بالباص تنفع. هو القطر متاخر؟ ملوش علاقه. هتيجي لوحدك؟ ملوش علاقه. تبقى الثانيه. رقم رحله، شخص بيسألك عن، قلنا الشكل ده اللي هو حرفين وأرقام، ده فلوج نمر رقم رحلة الطيران. 36 زي إست أوف، زي إست أوف دا ريشتن زايت، هي تكون على الجانب الأيمن. شخص بيسألك في كومت مان توم بوخلادن، كيف يصل؟ لا ما هي أوف دي هير، هسأل عنها بفو، تبقى يا فو دي يا فو دي صح. تمام ايوه، طب ماما فين المسرح او فين مكتبه كذا؟ يا حبيبي انا بقول لك زي، يعني عايز كلمه اداتها دي تبقى الاخيره. يا هير يعني هو سؤال مواقف كده بيسالني عن تعويض الادوات بتاعت سنه اولى؟ عادي. 37 ا ديالوج، اتنين بيتكلموا ا وبي. ا بيقول في فايت ايستست زوم جوت بلاتس، لو سمحت كم المسافة إلى ميدان جوتا؟
كانش تفوس جين اقدر اروح على رجلي، فبيقال له ناين لا دسيست فيل تو فايت، ده بعيد جدا. فاغن زي مدم تاكسي، روح بتاكسي. ده معنى ايه؟ ان الطريق ده فيج اسناه، الطريق قريب. لا اين فريند فراغت ناخ ده انتفيرنونج، شخص غريب بيسال عن المسافه او عن البعد. تنفع من كان دوتين سفوس جيل، الواحد يقدر يروح هناك على رجله؟ ما قال له لا. شخص بيوصف الطريق، ما هو ما وصفليش، قول له روح بايه. تبقى دي 38. دو بيست ام 17 اور ام فلوغهافن، انت الساعه 5 في المطار. اند هاست دين باس في جسم، ونسيت الباسبور. داس فلوغيت سايك فليكت ام 20 اور اب، والطائره ستقلع الساعه 20. دو زولست، انت لازم تروح لمكتب المفقودات. مكتب المفقودات انا بقول لك انا نسيته فرجسن، لا تقعد في المطار، ترجع البيت وتحضر الباسبور، ولا ما تعملش حاجه؟ لا اكيد تروح البيت تجيب الباسبور. احنا انت بتصدق على طول، ده انت رايح بنها هتسافر. 39. واخر موقف ان دا بوس هالتشتريف، موقف الاتوبيس. اختون بيتر، انتبه من فضلكم. Es gibt ein paar Arbeiten in der Al-Haram-Straße. So können die Fahrer nicht direkt fahren. Das heißt, تاني في المحطة بتاعت الأوتوبيسات حد بيقول أختون بيتر، تبقى من فضلكو، يوجد أعمال بناء في شارع الهرم، لذلك لا يستطيع السائقين أن يسوقوا بشكل مباشر. ده معناه الواحد لازم يغير الطريق ضروري، الطريق فيه مشكلات تنفع. الشارع واسع والعربيات ماشية بسرعة، هو شارع الهرم عمره ما مشي بسرعة. الأوتوبيسات جاية في معادها والركاب هيركبوا، بقول لك قول زفت ما فيش في أعمال نيلة عليكم وعلى سنينكم. دي فاغر زولن إن دي اشتغاسة أو اشتاجن، السواقين لازم ينزلوا في الشارع مش للدرجة دي. طب هي أول واحدة كده يا دكتور، احنا خلصنا واجب الواحدة الحداشر كاملة، وده انت تقدر للطلبه بتاعت اليوتيوب تقدر يقدروا يعتبروه مراجعه او ورشه حل كامله للوحده رقم 11. وطلبه السناتر اونلاين، احنا بدل ما بنجاوبهم على ثلاث مرات، معلش عملناهم في فيديو واحد زي ما قلت لكم كده، احنا بنعتذر بس عشان بوظنا المواعيد بتاعتنا. ركز، ربنا معاك وربنا يوفقك كده، وجازي تعبكم وتعبنا خير. اشوفكم قريب، اشوفكم في السناتر او في الاسئله اللي بتبعتوها لي على التليجرام للطلبه الاونلاين. اشوفكم قريب، السلام عليكم.